الأخير صديق عزيز عليا وزميل عزيز من فترة طويلة، وهو طبعا لو حبينا نقدم الدكتور حسين هناخد وقت طويل فنكتفي بس بثلاث أربع حاجات. هو حاليا مدير متحف مكتبة اسكندرية، وقبل كده كان مدير المتحف الكبير في القاهرة وعمل شغل كويس جدا فيه، فواحد من أعلام الآثار في الخصان في الهرم، ومن الناس اللي احنا عنده خبرة تنفيذية كبيرة جدا، فدايما بنستفيد ونتعلم من النقاشات معاه. الله يخليك يا دكتور. اتفضل. صباح الخير على حضراتكم جميعا، شكرا جزيلا مكتبة الإسكندرية مركز دراسات القبطية، أستاذنا الدكتور أحمد زيد مدير المكتبة، دكتور لؤي محمود سعيد مدير المركز، وكذلك الأستاذة الدكتورة مروة الوكيل رئيس القطاع، والدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي، وكل زملائنا في مكتبة الإسكندرية. بشكر أستاذنا الدكتور ماهر أحمد عيسى على هذه التقدمة الطيبة ورئاسة سيادته للجلسة، واتمنى لكم صباحا سعيدا. ان شاء الله نتكلم عن التسامح والتعايش داخل المتاحف، متحف مكتبة الإسكندرية نموذجا. طبعا احنا مصر عرفت المتاحف منذ القرن التاسع عشر في عهد الخديوي اسماعيل، وتم تأسيس بعض المتاحف في مصر كمتاحف منذ البداية، على عكس عدد كبير من المتاحف في العالم مثل المتحف البريطاني في لندن ومتحف اللوفر في باريس، والتي كانت قصورا ثم تم تحويلها إلى متاحف مع الوقت، على عكس المتحف المصري في ميدان التحرير الذي تم تأسيسه منذ البداية في عام 1902 كي يكون متحفا وفقا لأحدث تقاليد بناء وعرض المتاحف في أوائل القرن العشرين. يعد متحف الآثار في مكتبة الإسكندرية هو أول متحف يبنى داخل مكتبة، وجاءت تلك المبادرة نتيجة اكتشاف عدد كبير من القطع الأثرية في موقع مكتبة الإسكندرية، وعلى الفور تم تشكيل لجنة لإعداد الدراسات اللازمة لتكوين متحف يضم بعض الأعمال التي تم العثور عليها في موقع المكتبة، وتم تشكيل لجنة من الأثريين لإعداد خطة للمتحف، وتضم مجموعة المتحف عصورا مختلفة للحضارة المصرية بدءا من العصر المصري القديم وحتى العصر الإسلامي، مرورا بالحضارة اليونانية التي جاءت إلى مصر مع قدوم الإسكندر الأكبر، والتي عقبتها الحضارة الرومانية ثم القبطية قبل دخول الإسلام إلى مصر. ولدت فكرة استضافة متحف للآثار داخل موقع مكتبة الإسكندرية الثقافي حين تم اكتشاف عدد كبير من القطع الأثرية الرائعة التي تعود في الأغلب إلى العصر الهلنستي والروماني والبيزنطي، وذلك ضمن أعمال الحفر التي تمت قبل إقامة المكتبة في موقعها الحالي. ومتحف الآثار هو أحد المتاحف القليلة في العالم التي تعرض قطعا فنية تم اكتشافها في نفس مكان عرضها، ده أحد الميزات بتاعة متحف الآثار داخل مكتبة الإسكندرية. وتم افتتاح المتحف رسميا في 16 أكتوبر 2002، يعني المتحف في حد ذاته أسبق على افتتاح المكتبة الرسمي في 16 أكتوبر 2002، وإحنا السنة دي احتفلنا في 16 أكتوبر 2022 بمرور 20 عاما على افتتاح مكتبة الإسكندرية. اختيرت المقتنيات بعناية فائقة لتعكس تاريخ مصر الثري والمتعدد الثقافات والممتد عبر الثقافات المصرية القديمة واليونانية والرومانية والقبطية والهلينستية والإسلامية، مع التركيز على الإسكندرية والمرحلة الهلينستية بشكل خاص. واحتوى المتحف على حوالي 1133 قطعة معروضة في مجموعتين. أول مجموعة اللي اتكلمنا عنها مجموعة فنية اكتشفت أثناء الحفر من سنة 93 لسنة 95 داخل هذا المكان اللي حضراتكم موجودين فيه، والمجموعة الثانية آثار رفعت من قاع البحر المتوسط بالقرب من ميناء الشرقي وفي منطقة خليج أبو قير تحديدا. طبعا بدأنا من 2001 نبني المتحف وافتتحناه في 2002 16 أكتوبر مع افتتاح المكتبة بهدف تعزيز البحث والابتكار من خلال البرامج والأنشطة المختلفة. فهو يعمل هذا المتحف على تعريف الزائر بالفترات المختلفة من تاريخ مصر القديمة. احنا دايما بنقول لتاريخ مصر القديمة في كبسولة، اللي بيجي هنا بشوف 5000 سنة حضارة في 5 دقايق. وبنعمل ايضا من خلال عطاءات الشباب والنشأ ثقافيا عن طريق تقديم مجموعة مختلفة من البرامج التعليمية. المتحف في حد ذاته صمم باسلوب عصري باستخدام احدث تقنيات التصميم الداخلي للعرض المتحفي مثل الاضاءه البصريه الحديثه التي تتناسب مع المعارض وانظمه مكافحه الحريق والسرقه، واضفنا اللغه الفرنسيه مؤخرا لبطاقات الشرح. احنا عندنا بنشرح بالعربي وبالانجليزي وحطينا الفرنساوي كمان بحيث ان احنا نساعد الزائرين على اللي هم الفرنكفون يعني يقروا البطاقات باللغه الفرنسيه. عندنا موقع ايضا الكتروني متحف الاثار بيضم قاعده بيانات مسجل عليها ما يقرب من 1000 قطعه اثريه، وهو الاول من نوعها لمصر من حيث عرض الاغلب مقتنيات القطع الموجوده للجمهور على شبكه الانترنت بالثلاث لغات العربيه والانجليزيه والفرنسيه.
واستطيع المستخدم من خلال موقع الدخول على اي قسم من اقسام المتحف وقراءه مقدمه تاريخيه وفنيه عن العصر الذي تنتمي اليه القطع المعروضه بتلك الاقسام، ولذلك عرض تفصيلي وسلس لأهم القطع الأثرية المعروضة بالقسم، كما يمكن لزائر المتحف القيام بجولة افتراضية أو تخيلية داخل قاعات المتحف، وخدنا جائزة عن هذا الأمر مؤخرا. تعد طبعا مجموعة أثار موقع مكتبة الأسكندرية من أبرز وأهم المجموعات التي يعرضها متحف الأثار، حوالي 111 قطعة تمتاز بقى بمستوى فني متميز جدا وبتعكس طبيعة الحياة اليومية في العصر الهلينستي والروماني والمسيحي، كما تعد نوال المجموعات التي ألحقت به لاحقا في المتاحف المصرية، إذ أنها عثر عليها في حفر أسد زي ما قلنا، وأهمها طبعا قطع الفسيفساء الجميلة اللي موجودة عندنا في هذا المكان. عندنا قسم الأثار الغارقة، طبعا ده متميز جدا للغاية، وبنعرض فيه طبعا الأثار اللي طلعت من خليج أبو قير زي هرقليون وكانوبس ومنوتس اللي هي المدن الغارقة اللي بيشتغل عليها فرانك ديو مع بعثة مصرية فرنسية منذ فترة، وطبعا العملات والحلي والأمفورات كل ده موجود عندنا. انا بديكم بس دي انتروداكشن عشان تعرفوا المتحف قبل ما نتكلم عن القصه بتاعتنا. وطبعا بنشوف التاثير الاجنبي على الفن المصري وتداخل داخل هذه الفتره، وعندنا من اجمل التماثيل تمثال الملكه ارسنوي اللي هو طلع من الاثار الغارقه، وعندنا ايضا 183 قطعه اكتشفت في جزيره نيلسون ودي اضيفت لاحقا للمتحف، بيشتغل هناك باول جالو، وبدانا نعرض هذه الاثار من 2012. عندنا ايضا اهل البعثه بتاعه تورين دي اللي بتاعه باولو جالو اللي اتحركوا عليها، ومعروضه منها قطع اثريه عديده بترجع لنهايه العصور المصريه اللي هي العصر الصاوي والعصور اليونانيه الرومانيه، فضلا عندنا حاجات من اسطول نابليون بونابرت. عملنا طبعا يعني كان عندنا مجموعات زي المحمره والراس السوداء، ودي نقلت مؤخرا للمتحف اليوناني الروماني عشان هنفتحه قريبا ان شاء الله تعالى، دي كانت عندنا على سبيل اللون يعني. فالمتحف في مكتبة الأسكندرية بيضم مجموعة متميزة جدا، وهو يعني لو عارفين احنا متحف الحضارة الفسطاط لو حد مننا زاره، هو نفس الفكرة ان احنا بنعرض تاريخ مصر بشكل تتبعي اللي هي المنطقة العرض المركزي اللي الناس بتخش لها قبل النوميوات بشكل منذ أقدم العصور إلى العصر الحديث. بشكل يومي عملنا العدد كبير من القطع، فشيء عظيم جدا، ولسه كنا عاملين انترفيو مع بي بي سي وكذا قناة إخبارية عشان تصور هذه التجربة المتميزة، وبدأوا يطبقوها أعتقد في متحف مصر في التحرير وكذلك متحف المصري الكبير. طبعا دي اللوحات الـ 2D ثنائية الأبعاد، وطبعا عندنا بقى محاضرات بنعملها للطفل والناشئ، وبنعمل مسابقه بشكل دوري، بنختار مثلا احدى القطع الاثريه سيم اسكندر الاكبر سقراط، ونبدا نعمل مسابقه ونجيب الاولاد يعملوا رسم لهذه القطعه ونديهم جوائز، وناس تعمل ابحاث بحيث ان احنا يعني ننمي الوعي الاثري عندهم سواء من خلال الفن كرسم او من خلال البحث العلمي ككتابه. طبعا المتحف في حد ذاته لا توجد فيه تفرقه عنصريه داخل هذا المتحف وهذه المؤسسه بين اي زائر من الزائرين او بين اي عامل من العاملين، سواء على النوع او الجنس او الثقافة أو التوجه أو الدرجة العلمية أو هو متطوع أو هو عامل دائم. فمتحف الأثار في مكتبة الأسكندرية يعتبر نموذج طبعا لنشر الوعي والتسامح والتعايش بين الجميع سواء كانوا مصريين أو أجانب. أنا كده خلصت؟ تمام. يعني نتمنى هذه التجربة أن هي تكون يعني يتم تطبيقها في أماكن عديدة، وأعتقد وزارة السياحة والأثار بدأوا يحذوا هذا الحذو في عدد كتير من المتاحف الجديدة، سواء المتحف الفنون الروماني الذي يبنى حاليا أو يعاد بنائه بشكل جديد، أو متحف الغرداء أو متحف شرم الشيخ أو متحف مصر الكبير أو متحف الحضارة أو متحف مصر الحضارة المصرية في الفسطاط، كل هذه الأماكن أو متحف الأتوني، كل ده بيؤكد على يعني ارتفاع الوعي والاهتمام بالمتاحف وتطبيق علم الميزيولوجي كعلم. يعني كان الاول المتاحف عندنا مخازن، فالوقت المتحف بقى له دور مهم جدا يحصل انتجريشن لكل المجتمع المحيط بهذا المتحف، ان المتحف مكان لكل الطبقات وكل الفئات وليس مقصورا على فئه بعينها سواء كانت من الباحثين او العلماء. اعتقد ان ده دور المتحف، وان احنا لازم نزق في هذا الاتجاه وندفع فيه باكبر قدر ممكن حتى نصل لتحقيق رساله المتحف بحيث ان هو يكون بيتا للجميع. خلصت، شكرا، السلام عليكم. عشان تتسأل دكتور حسين، شكرا جزيلا على العرض السلس والجميل والالتزام بالوقت. انا نسيت بس اقول حاجه في المقدمه، لان هو عنده صيت كبير، هو كمان اديب، يعني هو بتاع اثار واديب، يعني درجه كتير من الناس بتعرف ان هو اصلا اديب مش بتاع اثار، فهو في الاساس اديب، عشان كده العرض السلس البسيط هو بيتميز بيه. شكرا جزيلا. وممكن لو في اي اسئله كومنتس تعليقات. اتفضل استاذ سمير. اتفضل استاذ سمير. قصيدة شعر ولا ايه؟ لا انا ما بقولش.
بقولش شعر، انا بقول كلام من القلب. الله يخليك يا باشا. بصراحه يعني انا من ساعه ما دخلت مكتبه اسكندريه واتنشا متحف الاثار، انا بزور المتحف بصفه يعني مستمره، يعني كل ما باجي المكتبه، لان انا عضو جمعيه اصدقاء المكتبه، فانا منبهر بصراحه. ده مش نفاق ولا مجامله، انا منبهر بالمتحف، وكل ما اتفرج عليه يعني ازداد حبا للاثار طبعا. فهو الهدف كله ان الشعب كله، مثلا حتى الاجانب بيجوا مخصوص يزوروا، لما بيجوا المكتبه اول حاجه بيزوروها انا بشوف بعيني، بيشوفوا بيتفرجوا على متحف الاثار، ودي حاجه يعني. طب كويس، انا اعتقدت اول حاجه بيجوها يزوروا الدكتور حسين. لا، المتحف واكتر حاجه مش الكتالوج. لا، بفضل الله وحده سبحانه وتعالى. الكتالوج يعني الكتالوج بيشتروه برضه استاذ سمير من البوك شوب، اكتر حاجه بتتباع عندنا رقمه ب 500 جنيه كتالوج متحف الاثار. انا باخد هدايا طبعا. انا طيب، استاذ عندك تعليق او سؤال مباشر عشان الوقت بس؟ لو تعليق او سؤال مباشر. احنا معانا عالم قدير ومفكر كبير للاثار، مؤيد ونصير، وانا بصفتي مواطن عادي لازم يكون عندي وعي وبصير. وحي الدكتور الحسين عبد البصير. شكرا جزيلا. ما تنساش بقى استاذنا الدكتور اللي هيدا هو اللي عامل المؤتمر، يعني احنا كلنا ضيوفه. احنا المفروض نشكرك على الـ على الـ على لؤي محمود سعيد، ده استاذ كبير يعني طبعاً. انا بس عشان طبعا. فطبعا بستغل الفرصه، طبعا الدكتور لؤي موجود معانا، الدكتور عزت طبعا، الدكتور عزت اهلا وسهلا بيك. بس الدكتور لؤي احنا بنشكره على تنظيم المؤتمر الكبير ده وتجميع المجموعه المختلفه، شيء نشكرك عليه جدا. يعني الاهم من كده ان مركز الدراسات القبطيه في مكتبه اسكندريه اصبح علامه فارقه في الدراسات القبطيه في مصر بسبب الدكتور لؤي محمود سعيد. شكرا جزيلا على هذا المجهود. انت لو ما عملتش حاجه لحد ما تطلع معاش دكتور لؤي، كفايه اللي انت عملته امبارح بجد. شكرا جزيلا. حاجه عظيمه. شكرا جزيلا دكتور لؤي. في تعليق او سؤال للدكتور حسين على المتحف المكتبه؟ على المتحف المكتبه، على التسيح والتسامح في المكتبه. ولو عايزين تزورونا اهلا وسهلا، تنورونا طبعا يعني. ولو دكتور لؤي سيادتك عايز تعمل برضو لكل الزملاء المشاركين، احنا حضرتك عارف من الساعه 10 لساي 5 الا ربع كل يوم سيادتك. كل يوم احنا ممكن نعملها بكره في النهايه. تحت امر سيادتك. لا، ده الطبعة الثانيه، الاولاني كان طلع في عاد الدكتور اسماعيل، ده طلع في عاد الدكتور مصطفى. نستنى بقى نستنى الطبعة الثالثه. لا، اجيب لك يا باشا، انت تامرنا وانا اخد مقر باباوي تديني الثاني. صح، ببدل استلم. صح، في تسامح. في تسامح. تسامح ده خده. ايه، اتفضل يا دكتور. السلام عليكم. صلاه الله وبركاته. اولا نشكر، ممكن نعرف نفسك الاول عشان الناس. دكتور انور الخالدي من العراق. اولا نشكر الداعمين على المؤتمر والمنظمه والمؤتمر مركز دراسات القبطيه دكتور لؤي طبعا، والاتحاد الدولي للمؤرخين، واللجنه العلميه اللي هي دكتور مي، وطبعا الدكتور حسين، محاضره قيمه. شكرا استاذ. رؤيه مستقبليه، انا قاعد نعرف انه هذا الحكي دائما يتطبق على الطبقات المثقفه اللي هم الدكاتره، اللي طلاب الجامعات. اكو رؤيه مستقبليه تنزل للطبقات المو مثقفه حتى نعزز قيم التسامح والتعايش من خلال المتحف. تمام. شكرا جزيلا. شكرا لحك يا استاذنا. طبعا احنا بنعمل وعندنا فعلا وحده اسمها وحده الارشاد داخل هذا المتحف، بترأسها زميلتي الفضيله الاستاذ امام بدر، وعدد كبير من الزملاء زي الاستاذ رامي والاستاذ رحاب علي، وعدد كبير من المتطوعين بيتكلموا لغات كتير، وفي نفس الوقت بنطلع للمدارس في الاحياء الفقيره داخل مدينه الاسكندريه، وبنروح نزورهم. وبعتنا لسه واخدين جواب من الدكتور احمد زيد مدير المكتبه للدكتور عربي اللي هو وكيل وزاره التربيه والتعليم في الاسكندريه، وبنبدا نعمل برنامج من اول ما العام الدراسي بيبدا سيادتك الى نهايته في الترمين. وفي نفس الوقت بنروح وهم بييجوا عندنا، وبرضه عندنا زميلتنا نرمين نبيل المهندسه اللي هي ماسكه التربيه المتحفيه، بتروح بتجيب زاويه خاصه من عدد كبير من المؤسسات اللي موجوده داخل مدينه الاسكندريه، بنعمل لهم كل هذه الاحتفاليات. وامبارح لسه كنا عاملين حاجه للطفوله، ولسه في المتحف دلوقتي بيعملوا حاجه من 10 10 وثلث، وانا معاكم وهنزل ارحمهم عشان انا احضر هذا الحدث يعني. فاحنا كل ساعه عندنا حاجه الحمد لله. قبل ما تمشي في تصنيف المتاحف، المتاحف غالبا بيكون في عندها انواع يعني رئيسيه، متاحف الفنون، متاحف الاثار، متاحف العلوم، ومتاحف الاثار لها تصنيفات. ايه تصنيف متحف الاثار مكتبه اسكندريه؟ والله احنا عندنا في متاحف الاثار عندنا متاحف القوميه اللي هم الاربعه، المصري، اليوناني، الروماني، والمتحف الاسلامي، وعندنا متاحف تاريخيه، وعندنا المتاحف الاقليميه ومتاحف متخصصه. متخصصه طبعا داخل المتاحف او النوعيه داخل المتاحف الاقليميه. ومتحف الاثار يعد متحف مكتبه اسكندريه. اي نوع؟
هو يعد متحف قائم بذاته واشبه متحف الحضاره. ليه بقى؟ لانه متحف كبير، بمعنى ايه؟ ان هو بيعرض تاريخ مصر كله بشكل تتابعي، يعد زي ناشونال، متحف قومي، ما يعدش لانه لا اقليمي، لانه ما بيمثلش مدينه اسكندريه. بس كلمه قومي دي كلمه صعبه جدا. لا يعني ان هو بيمثل مصر كلها حضرتك. يعني انت ما اقليمي اقول لك ملاوي سوهاج، تاريخي اسره محمد علي الجوهره، مش عارف متحف المضبوطات، متحف المركبات، او حضرتك النسيج مثلا كان نوعي، لكن هو يعد متحف يعني ناشونال او متحف عام. ممكن سيادتك تقدر تقول عام، متحف مكتبه اسكندريه ومتحف عام. اه هو ليه خصوصيته ان هو زي ما بقول لسيادتك ان هو داخل مكتبه اسكندريه، المتحف الوحيد داخل مكتبه، بناؤه اسبق على التفكير في بناؤه على المكتبه، بيعرض اثار مصر كلها بشكل تتابعي في كبسوله، موجود في الموقع الذي وجدت فيه الاثار، فده في حد ذاته شيء مذهل. دكتور حسين شكرا جزيلا. شكرا لسيادتك على الوقت واستمتعنا بالمحاضره، وشكرا جزيلا. شكرا ان شاء الله. دكتوره مي ممكن تفضلي؟ مش ممكن؟ ممكن حد بس بعد اذنك. صباح الخير على الجميع. سعيدة ان انا اكون في وسطكم، وسعيدة ان انا اتعرفت على دكتور الله يهديك. يعني تشرفت بمعرفتك. دكتورة مي السيد محمد مرسي شغالة في وزارة السياحة والآثار، ولها شغل كبير في الآثار يعني، وهتتكلم النهاردة عن شارع النبي دانيال، ملتقى الرسالات السماوية الثلاثة في الإسكندرية. فحضرتك عندك 15 دقيقة بحد أقصى عشان نسيب 5 دقايق للنقاشات. اوكي. هبدأ الأول إن أي مجموعة أصحاب عقائد بيحبوا يكون لهم مكان يقيموا شعائرهم فيه. يعني ده طبيعة البشر ان هم يكونوا بيتوجهوا او بيفكروا ان هم يكون عندهم عقيدة تنظم لهم حياتهم، فبيدوروا على مكان عشان يقيموا الشعائر. منعا لإقامة الشعائر في الفراغ، ومنعا لان كل مجموعه انسانيه او بشريه يكون لها علامه مميزه، ودي طبيعه البشر ان كل واحد يعبد ربنا بطريقته ويكون حافز على العمل والتنافس في كل ما هو صالح ومفيد. عماره دور العباده في الشرائع السماويه لغه ترجمه المعاني الكثير من المعاني والقيم الانسانيه، في مقدمتها التسامح وتقبل الاخر ونشر المحبه والسلام، علشان ندي للإنسان بيئة روحية تقدر تساعده على إن هو يكمل حياته. المبحث الأول في البحث أنا هتكلم فيه عن تخطيط مكتبة الأسكندرية، تخطيط مدينة الأسكندرية. مدينة الأسكندرية ارتبطت اسمها بالإسكندر الأكبر. الصورة اللي حضراتكم شايفينها في الأول دي ده التخطيط القديم. الإسكندر الأكبر شخصية يكتنفها كتير من الغموض نتيجة لأن هو توفى وهو عمره صغير في السن. لكن أنا لما بقعد أفكر في الشخصية دي بحس إن هو كان متفرد ومتميز بحكم إن هو معلمه كان أرسطو، وطبعا تعلم الفنون الحربية من والده فيليب المقدوني، وعمل نموذج اللي احنا بنسعى اليه دلوقتي اللي هو التواصل والعالم المفتوح والسماوات المفتوحه. هو قرر ان هو ينشئ مدينه اسكندريه تكون مدينه لكل الفئات الاجتماعيه ولكل الاجناس الاجتماعيه، وتكون تجمع كل شكل الفنون المصريه واليهوديه وقتها واليونانيه والرومانيه. التخطيط القديم ده هو قرر من خلال مهندسه ديونوكراتس ان هو يعمل مدينه على النسق اليوناني بشكل قطعة شطرنج. الشكل المدن دي بيكون فيها شارع رئيسي طولي وشارع عرضي، وبعدين بتتقسم فيما بعد. لو حضراتكم مش من اسكندرية فلازم الصوت، لو حضراتكم مش من اسكندرية فلازم لما تكونوا بتتجولوا في المدينة، وخصوصا لما تروح الحتة، هي اسكندرية كلها طبعا كلها مناطق تراثية، لكن لما تروح الحتة بتاعت الأنفوشي وبحري
فكروا فيها بمنطق غير ان انتوا او تزوروا قلعة قايتباي مثلا، فكروا فيها بمنطق غير ان انتوا رايحين تزوروا اثر، فكروا فيها بمنطق ان انتوا تتخيلوا المكان من خلال ان كان هنا جاء الاسكندر ووقف وقرر ان هو يخطط مدينته، او انه مثلا نابليون حاصر فيها السيد محمد كريم علشان يعني يوقف فكرة دفاعه عن مدينته. يعني خلوا عندكم اسرحوا بالخيال كده، هتلاقوا نفسكم بتفكروا بطريقة تانية. الشكل التاني ده، دي اسكندرية. طبعا اسكندرية كان لها ايام سلطنة المماليك كان لها وضع اقتصادي مهم جدا، ده دعا القبرصة ان هم يغزوها وينهوها تماما. المدينة ما بقاش فيها اي حاجة، وما بقاش فيها الا الجزء اللي حضراتكم شايفينه ده، الجزء ده هو اللي احنا كأثريين بنسميه الرقبة. الجزء ده هو اللي هو دلوقتي فيه الحي العربي اللي ساكنين في منطقة الأنفوشي والمنشية، هو الجزء ده. لما نفكر بعد كده، ده أنا هتكلم في المبحث الأولاني عن كده. المبحث الثاني هركز فيه على شارع النبي دانيال نفسه. شارع النبي دانيال فيه ثلاث شواهد معمارية تراثية. أول حاجة جامع النبي دانيال وكنيسة إلياهو هنبي والكنيسة المرقصية. ده شكل الشارع. أنا طبعا حرصت على أن أجيب لكم صور قديمة علشان برضك تروحوا بتصوركم. الشارع على فكرة كان ممتد فيه خط ترام، وده طبعا أزيل دلوقتي، هو وشارع سعد زغلول. المبنى التاني اللي حضراتكم شايفينه ده أشهر مبنى وما زال موجود دلوقتي، ده قصر إيجون في التقاطع ما بين فؤاد والنبي دانيال، وده دلوقتي مبنى مؤسسة الأهرام. بالنسبة بقى لمسجد النبي دانيال، الحاجات اللي حضراتكم شايفينها في الصور دي دلوقتي للأسف الشديد هي مش موجود، لكن أنا حرصت على إنها إن أنتوا تشوفوها. ده الجامع وده القبة اللي دفن فيها محمد باشا سعيد، وده سبيل كان موجود في محاذاة الجامع وللأسف الشديد أزيل. بالنسبة للمسجد طبعا هو اسمه مسجد النبي دانيال، بينسب خطأ لأحد أنبياء اليهود اللي قالوا إن هو جاء في القرن السادس قبل الميلاد، لكن هو الصح، المعلومة الصحيحة العلمية إن هو بينسب لمحمد دانيال الموصلي أحد شيوخ المذهب الشافعي، وقدم إلى الإسكندرية في القرن الثامن، واتخذ مكان المسجد مكان للتدريس أصول الدين وعلم الفرائض، وضريحه المفترض إن هو موجود في المسجد. المسجد الصور دي للقبة، الأولانيين للقبة اللي أزيلت للأسف، وده تخطيط المسجد، وأنا حصلت على التخطيط ده من مشروع توثيق وتسجيل لوحات وزارة الأوقاف، مشروع مكتبة اسكندرية بتتبناه، وده من على موقع المكتبة على النت. التراث ده في المساجد الإسلامية التراث العربي الغير تقليدي اللي بيبقى فيه مقدم جامع وصحن وزيادة. المسجد جدد في عهد محمد علي، وذكروا علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية، وقال عنه ان هو بينتسب للقرن التسعتاشر، لكن الدكتور حسن عبد الوهاب أستاذ الآثار أرجع المسجد للقرن الاثناشر وسبعتاشر ميلادي. للأسف طبعا القبة لما أزيلت، الرفات بتاع الخديوي محمد سعيد باشا ونجل وتصم باشا نقلت لحوش الباشا في القاهرة. الكنيس بتاع إلياهو هنبي طبعا الوزارة عندنا رممته من سنتين، بس طبعا علشان اللوحات تخص شركة المقاولين العرب لهم حق النشر فيها، فأنا بصراحة ما قدرتش أوصل للبلان، فحرصت على أن أجيب لكم صورة قديمة للمعبد. والنص اللي حضراتكم شايفينه ده، ده نص ما نقدرش نقول عليه تسجيلي، لكن نقدر نسميه نص توثيقي. يعني هو بيقول في عام 43 و3000 للخليقة، وفي هذا المكان مسح إلياشاع ابن شافت نبيا على يد إلياهو النبي عليه السلام. المعبد أساسا في الأساس خالص أنشئ سنة 1354، لكن طبعا
هو هدم وأنشئ وأعاد إنشاؤه في 1850، وهدم بسبب قذائف نابليون لما اعتلى منطقة كومن الدكة وضرب اسكندرية، هو والكنيسة المرقسية الاثنين تم هدمهم. أعيد إنشاؤه سنة 1881، وفي لوحة بداخل المعبد بتشير للموضوع ده، وده بيتعارض مع حاجة اتقالت أنا قريتها، إن الأرض المعبد كانت ملك الكنيسة المرقسية والكنيسة تنزلت عنها للمعبد. يعني هو موضوع محتاج شوية بحث، إن شاء الله بإذن الله أقدر أحققه، يعني هل المعلومة دي صحيحة ولا لا. لأن لو أنا من وجهة نظري الأثرية، يعني لو إن المعلومة صحيحة فمعنى كده إن الفراغ، يعني اللي هو الحالي دلوقتي اللي هي المنطقة دي كده، الشارع نفسه مش هيبقى موجود، لان الكنيسه اهي والمعبد اهو، فممكن تكون الارض دي كلها كانت مفتوحه على بعضها. يعني انا اتخيل لو ان فعلا الكنيسه تنزلت للحاخامات عن الارض علشان يبنوا عليها معبد. وان كان المعلومه صحيحه او خطا فاحنا لازم نقولها، لان دي اكبر حاجه بتدل على التسامح ما بين الاديان والتعايش وقبول الاخر. يعني طبعا المعبد في مقر الطائفه اليهوديه وفي مبنى المحكمة اليهودية، المعبد مبني على الطراز البازيليكي، والجزء الخاص بإقامة الصلوات مساحته حوالي 25 متر، في طابق مخصص للسيدات لإقامة الصلوات للسيدات. المعبد سمي اليهو هنبي أحد أنبياء بني إسرائيل، المعلومة دي وردت في العهد القديم وحسب الكتاب المقدس، وإن وظيفة إلياهو النبي من وجهة النظر اللي عرضت يعني إن هو بيهيئ اليهود للخلاص ومبشر بيأجوج ومأجوج. ده المعبد بعد الترميم، الوزارة عندنا رممته وبذلوا فيه مجهود، طبعا قيام وزارة السياحة والآثار، وده حق لهم إن أنا يعني أقوله، فكرة إنها ترمم المعبد ده أكبر دليل على التسامح، ودي سياسة بتنتهجها الدولة، ويعني إحنا بنحيي يعني دولتنا إن هي يعني حريصة على كده. بس للأسف رئيس الجلسة مش متسامح فبيقولك لسه تلات دقايق بس. نعم؟ رئيس الجلسة مش متسامح فبيقولك لسه تلات دقايق بس. حاضر، أوكي. دي حاجة إكسكلوز لحضراتكم، دي أصفار المعبد اليهودي أنا قدرت أصورها كلها، طبعًا مش هقدر أعرضها كلها. طبعا هي تجاوزت 70 مكتوبين على الورق ومكتوبين على الجلد، طبعا محتاجين حد تخصصه عبري علشان يقدر يشتغل عليهم، لان دي انا اعتقد ان هي ثروه. يعني الكنيسه المرقسيه، انا هختصر طبعا يعني اعذروني، ارض الكنيسه يعني ذكر في المراجع ان هي كانت بتنسب لشخص يدعى إينوس، ودعا قديس مر مرقس الرسول لزيارة منزله، حيث يعني عشان يعمده في المنزل هو وأهله، ثم حول بيته ده لكنيسة في حياة مرقس الرسول سنة 60 لسنة 68 ميلادية. عند استشهاد مرقس الرسول دفن في موضع أسفل الكنيسة، وأصبحت من بعده عادة دفن البطاركة الإسكندرانيين في مع جسد مريم مرقس وإلى جواره. في عصر جستنيان تمت مصادرة جميع الكنائس من الأقباط وسلمت إلى الروم. الكنيسة بعد فتح العرب لمصر، الكنائس عموما قسمت ما بين الأقباط والروم، وخص الروم دير أسفل الأرض في موضع الكنيسة المرقسية الحالية قبل أن يعود إلى ملكية الأقباط الأرثوذكس. بنى الكنيسة وتغير اسمها، ده كان في 1064، أعيد تدشين الكنيسة وسميت اسم ماري جرجس، وظل هذا الاسم متداول حتى 1800. هدمت الكنيسة في 1800 ونقلت أثرها كلها لماري مرقس في مدينة رشيد. في عام 1804 قام البابا مرقس الثامن بتجديد كنيسة القديس ماري مرقس. في عام 1818 قام البابا بطرس السابع الجولي بعمارة كنيسة ماري مرقس، وهدمت بعدها بعد إصدار محمد علي فرمان بعمارتها مرة أخرى، وكرسها البابا بطرس الجولي ومعه القديس الأنبا سربامون. وفي عام 1869
إقامة أراخنة الأسكندرية مع مطران البحيرة في عهد البابا ديمتريوس ببناء الكاتدرائية المرقسية بالأسكندرية بدلاً منها في مبناها الصغير السابق. في عام 1870 تم العثور على مقبرة الآباء البطارقة، طبعاً دبلان للكنيسة، ودي صورة قديمة للكنيسة ودي صورة حديثة للكنيسة. في 1870 تم العثور على مقبرة الآباء البطارقة الأوائل، تم هدم الكنيسة في 1950 يعني لتجديدها وأعيد بنائها في 52، وفي عهد البابا كيرلس السادس أقيم في الكنيسة مذبح رابع باسم ماري مينا بالدور العلوي. وفي عام 1968 تم إعداد مزار ماري مرقس المؤدي إلى مقبرة البطارقة أسفل الكنيسة في الركن الغربي، وفي عهد البابا شنودة الثالث جرت توسعات عديدة في الكنيسة. أنا خلصت. التوصية اللي أنا نفسي يعني تتبناها الوزارة عندنا على الأقل إن شارع النبي دانيال يكون مجمع أديان في اسكندرية زي مجمع أديان اللي في الفسطاط. شكرا جزيلا. أنا تجاوزت الوقت. لا كويس جدا. أنا أسف. لا لا كويس جدا. وبعدين في حد اعتذر فعندنا وقت، فعندنا وقت شوية وقت إضافي يعني. فعندنا مجموعة من ممتاز. فعندنا مجموعة من الأسئلة. تفضل. أو عندنا خمس دقايق كده للنقاش والأسئلة. نبدأ بالرئيس دكتور لؤي. انا بس ليا تعليق بسيط جدا ان بالنسبه للمعبد اليهودي هو اصلا الارض بتاعته كانت وديت من الكنيسه القبطيه للمعبد. والله يا ريس انا قلت أيوة. انا قلت والله دكتور حسين طبعا هو كان ممثل في الوزاره. والله الكلام ده لا احنا من ساعتها بنعمل في وثيقه يعني الكلام ده في 20 ما هو انا ما لقيتش حاجه موثقه دكتور فانا بس انا قلت المعلومه يعني. وبعدين دكتور حسين عشان حضرتك تبقوا عارفين هو كان ممثل الوزارة في افتتاح المعبد اليهودي يعني هو اللي اتكلم باسمنا كلنا يعني هو طبعا يعني قدوتنا يعني. انا قلت وردك يا دكتور لؤي ان هو ده التسامح. بس انا كنت حريص على ذكر المعلومة. لا 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 الله يخليك. اشكرك على الفكره الجميله والبحث ده. انا عمر راح احضر لك بحث على فكره. انا عارف انك بحسه شاطره يعني الكلام مش جديد عليكي طبعا يعني. كنت عايز اسال سؤال وفي تعليق. التعليق الاول اتمنى التوصيه اللي عملتها الدكتوره بعد اذن رؤساء الجلسات يعني معنا زميلتنا لورين فين موجوده عايزين نجمع التوصيات دي بحيث هنعلنها في الدكتور مصطفى الفي قال الدكتور احمد زيد امبارح قال توصيه مهمه جدا هنجمع من الباحثين في كل الجلسات يا جماعه لو سمحتوا التوصيات المهمه دي جدا وهنجمعها ان شاء الله ونعلنها مجمعه في نهايه المؤتمر. اتفضل يا فندم. اتفضل استاذ اهلا وسهلا بس حضر الله يخليك. اتفضل ما تسأليش دي حاجه بس لسه فيه لا ده سؤال بسيط خالص انا بس من وجهه نظرك يعني اشمعنى الشارع ده اجتمعت فيه الحاجات دي طبعا. هو الشارع يعني انا كأثرية لو هتسألوني ليه النبي دانيال يعني حظى بهذا الاهتمام. اولا هو يعني اعظم جغارفة العالم القديم اللي هو سترابون ذكر ان هو زار السومة في المكان ده وقال انه وصف شكل مقبرة لونها ابيض. قبر الاسكندر. قبر الاسكندر. ظن البعض ان هو قبر الاسكندر. السومة. ان هو قبر الاسلام. لكن الحفاير هل اثبتت كده؟ لا للاسف ما اثبتتش كده. لكن الشارع مسار يعني النبي دانيال هو مسار حديث الاسكندريه كلها ومسار اهتمام علماء حتى من خارج مصر. لان الشارع سنه في السبعينات تقريبا يعني لو حد فيكم من اسكندريه يعرف المعلومه دي واحد كان ماشي في زوجته وكانوا عرايس وفجأة ما لقاش زوجته جنب وطبعا قعد يعني اجراءات البحث قعدت وقت كتير جدا لكن ما حدش وصل لاي حاجه وما حدش عرف اي حاجه. لكن المسار اثريا عندنا ان اسكندريه اللي احنا عايشين عليها دي تحتيها اسكندريه ثانيه ممكن يكون فيها تخطيط مختلف لكن الأكيد والموثق والموجود والثابت مجموعة صهاريج تؤكد إن اسكندرية كان في حياة تانية
انا عرفت من بعض الزملاء كلام برضك للاسف مش موثق ان في ناس نزلت من مقبره الانفوشي ومشيت وصلت خرجت من عند مقبره الشاطبي تحت. طبعا هي دي كانت مجازفه ان هم يعملوا حاجه زي دي، لكن هو الشارع ما زال وسيظل انا اعتقد، وربما دي حاجه روحانيه احنا ما نعرفش، يعني يمكن هو بيجمع يعني الاديان فالله اعلم، لكن هو ما زال وسيظل طالما احنا يعني انا يعني على المستوى الشخصي استبعد وجود مقبره الاسكندر عندنا في مصر يعني، لكن في ناس لسه بتفكر في الموضوع وبتفكر تفكير جدي يعني. ده حلم الجنوبي ده اللي هي البسه الفرنسيه لا يعني انا متاكده ان اسكندريه لسه فيها اسرار كتير احنا ما نعرفهاش. يعتبر ده الشارع الرئيسي اللي هم انت عارف شارع بالظبط كده، فهي اسكندريه لسه فيها اسرار احنا مش عارفينها. يعني انا تقييمي الشخصي ان مقبره الاسكندر مش موجوده عندنا، وان كنت انا اتمنى، لان طبعا دي هتبقى يعني اسكندريه كمان فيها حاجه، يعني انا طبعا اختصرت خالص علشان احترام لوقت. اسكندريه فيها ميزه انا اكتشفتها وانا بشتغل في مدن تانية، يعني اما جيت ابحث في مدن تانية فان اسكندريه فيها ميزه بقى، يعني ميزه مضافه يعني قيمه مضافه، ان الجغرافيا التاريخيه بتاعتها زي ما هي، يعني نتيجه ان احنا محصورين بين البحر والبحيره فعندنا مساحه محدده عايشين فيها. ده نتج عنه ايه؟ ان حضرتك النهارده وانت في قلعه قايتباي عارف ان دي كان جه في يوم الاسكندر وقف فيها هنا وشاور وقرر انا عايز اعمل الفرس هنا. المكان ما اختلفش على فكره، المكان على مدار السنين المكان ما اختلفش، يعني لغايه ما انا في صوره اللي هي بتاعه الترام دي، انا والدي الله يرحمه كنت قاعده جنبه وانا صغيره في العربيه يقول لي هنا كان في كذا هنا كان في كذا. انا بحمد ربنا ان انا لقيت الصور دي، فدي ميزه في اسكندريه مش متوفره في اي مدينه ثانيه انا على الاقل اشتغلت فيها. المدن الثانيه اللي انا اشتغلت فيها بلاقي في المدينه الواحده اكتر من 4 أو 5 اسماء نتيجه لتداول حكم او دوله او احتلال او غزو على المدينه بيغير سمات المدينه وبيمحوها. اسكندريه لم يتم محوها ولن يتم محوها ان شاء الله باذن الله. نعم انتم هو انا صوتي عالي على فكره عشان تسجيل بس عشان تسجيل. فيعني هو سيظل في سر يعني انا متاكده يعني. اي استفسار تاني؟ هو انا قلت حاجات صعبه كده. اتفضلي. ممكن تعرف ناس الاول في المايك مع حضرتك؟ اتفضلي. يا جماعه انا كنت متوقعه ان الموضوع هيبقى فيه اسئله كتير كده. انا منى فرج وكيله مدرسه في النهضه العربيه بشوتس. حضرتك قلتي ان جامع النبي دانيال بيرجع بنائه للقرن الثامن. لا وجود ال ده محمد دانيال الموصلي. ده جه اسكندريه هنا. اسكندريه كانت جاذبه طول عمرها للمشايخ ان هم ييجوا يستقروا فيها. الاسم الاولاني اللي هو الناس كانت الاول بتظن ان هو بيسمى على اسم النبي دانيال، ده كان بردك وردت في كتب التراث ان في السنين الاولى بعد الفتح الاسلامي كان عادة المسلمين ان هم يسموا المساجد باسماء الانبياء ايا كان بقى، ده شكل من التسامح على فكرة. ايا كان الانبياء دول عرب او غير عرب او بيدينوا بدين غير الاسلام او اي حاجة كده. سؤالي بقى ان مش معنى كده اللي حضرتك قلتيه ان جامع النبي دانيال كان كنيسة وتحول، يعني كانت كنيسة النبي دانيال مثلا وتحول لجامع النبي دانيال؟ لا يا استاذة هقول لك ليه. لان هو الضريح موجود تحت، يعني منخفض تحت 20 متر في ضريح. على فكرة هو المسجد رغم قدم بس الوزاره سجلته سنه 2005 وفي ضريح يعني مسجل عليه ان هو ضريح لقمان، فمستبعد ان هو يكون كان مكان كنيسه. الكنيسه المرقسيه كانت مش الكنيسه، يعني اسكندريه بمجرد وجود المسيحيه فيها كان في كنيسه بس ما كانتش وسميت المرقسيه، بس مش المرقسيه اللي موجوده دلوقتي في شارع اللي هي على شارعين النبي دانيال والكنيسه الاقباط. مش هي المكان ده حضرتك قلت ان كان بيت انيانوس الاسكافي اللي هو المكان اللي في المرقسيه، هو ما اتغيرش اعتقد، يعني كنيسه المرقسيه هو كان بيت انيانوس الاسكافي وطبعا اتوسعوا، لكن هو بيت انيانوس الاسكافي اللي هو لا في تعليق تاني. لا نعم شارع بيت
حضرتك انا كنت بتكلم عن تاريخ الكنيسة المرقسية يعني تدرجها يعني تدرج وجودها بظهور المسيحية او مش بظهور عفوا بوجود المسيحية في الاسكندرية. تمام شكرا. عفوا. شارع النبي دانيال العنوان اللقاء شارع النبي دانيال ملتقى الرسالات السماوية. طب اسكندرية معروفة عروس البحر الأبيض المتوسط مدينة كوزمو بوليتان يعني مدينة عالمية وطول عمرها من ساعة ما تأسست كان بيجينا كل الناس من كل البلاد بقول فيها عروس البحر الأبيض المتوسط. اسكندرية مدينة عالمية مدينة كوزموبوليتان على أرضها عاش يونانيين يهود وكمان طليان. أهلا وسهلا بكل الشعوب من كل البلاد هي التحية وهي العنوان. يا رب اجعل اسكندرية مدينة الأمن والأمان واسمها يتردد أغنية على كل لسان. بعظمة وقوة مصر العظيمة بالتسامح وقبول الآخر يجب ألا نستهين. حسن ومرقص وكوهين في شارع النبي دانيال متجمعين وساكنين وكل شعب مصر على ذلك شاهدين. ستظل مصر واحد الأمن والأمان ليوم الدين. وقدم تحية صغيرة للدكتورة بنك موسوعة أثرية وتاريخية مبدعة قديرة نور وضي الدكتورة مي. متحرمش احنا لسه بنتعلم. سجل يا تاريخ حروف من نور اكتب وأيد اسكندرية بمؤتمر التسامح وقبول الآخر فرحانة وبتعيد. شعبك يا مصر هيفضل هو البطل على أرضه وهو السيد. حرمش كتر ألف كتيرة. بس هو تأكيدا على كلام الأستاذ يعني شاعرنا الجليل هي فعلا اسكندرية طول عمرها يعني فرن صهر لكل الجنسيات ودي ميزة فيها وما زال حتى لغاية دلوقتي يعني يعتبروها تعصب مني عشان أنا اسكندرانية. اسكندرية شعبها متميز بالمرونة بيتقبل الآخر بسهولة تختلف معاه في الرأي بس ما يرفضكش ما يقصقش ما ياخدش منك موقف يعني حبوب وودود ويحب الناس. وأهلا بكم جميعا يعني وأشكركم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا على العرض الجميل والنقاشات. ورقتي البحثية عن توظيف المتحف القبطي في ترسيخ ونشر مفاهيم التسامح المشترك في مصر. محاور الدراسة مفهوم التسامح دور المتحف القبطي في نشر وتعزيز التسامح مقترح لإنشاء مقترح متحف للتسامح في مصر الخلاصة والتوصيات. مفهوم التسامح تعددت مفاهيم التسامح وبين هذه التعريفات نذكر التسامح والإقرار بالمساواة بين كل المواطنين وما يترتب عليهم التمتع بكافة الحقوق وتحمل كل واجبات. التسامح وسيلة للتعبير عن الميل للقبول والتعايش مع الآخر أي أن نحيا نحن والآخرون عن اختلافنا في عالم واحد. الخلاصة مما سبق نستنتج أن التسامح يتحقق عندما يجتمع شروط الاختلاف والمساواة والسلام معا ويمكن التعبير عنها بالمعادلة الآتية التنوع زائد المساواة زائد السلام يساوي التسامح. دور المتحف القبطي في نشر وتعزيز التسامح. تأثر الفن القبطي الموجود بالمتحف القبطي بمختلف الثقافات فلم يكن لدى الفنان القبطي أي مشكلة في التأثر بالثقافات الأخرى مثل الثقافة المصرية القديمة والثقافة اليونانية الرومانية والثقافة الإسلامية. اولا قبل ما ندخل لجوه المتحف اولا موقع جغرافي للمتحف يلعب دور في التسامح من خلال وجوده في منطقه مجمع الاديان منطقه مصر القديمه. جوه المتحف بقى تفاصيل بالمتحف القبطي تاثرت بالثقافه المصريه القديمه. اول حاجه اللغه القبطيه هي تطور اللغه المصريه القديمه وذلك لان المصريين عندما اعتنقوا المسيحيه استبدلوا الرموز السوريه بحروف يونانيه واضافوا اليها 7 حروف من الديموطيقيه. ظهرت اللوتس ودلها مدلول ديني عند المصري القديم ودي القطعة اللي ظهرت فيها ظهرة اللوتس من المتحف. ظهرت البارتي برضو لها مدلول ديني عند المصري القديم ودي القطعة اللي ظهرت فيها ظهرة البارتي. علامة العنخ ظهرت برضو على بعض القطع الموجودة في المتحف. علامة جد
على الصليب اللي مسكه الملاك ميخائيل في ايده اليمين، وديها برضو مدلول دين عند المصري القديم. الميزان في الايد اليسرى للملاك ميخائيل، ودي ليها مدلول دين عند المصري القديم. وضع الامومه، العذراء وهي جالسه على العرش، ربما تاثر المصري القديم بايزه وهي بتحمل الحورس. الإمبل، ربما تأثر في المصري القديم بدرجات مقاصير فناء الاحتفال بعيد الحبسد بمجموعة هرم زوسر. الكبش، ليه مدلول دين عند المصري القديم، ودي القطع اللي ظهر فيها الكبش داخل المتحف. رؤوس الكبرى، لقيناها على العتب بتاع شاهد قبر. التمساح، ليه مدلول دين عند المصري القديم، ودي القطع اللي ظهر فيها التمساح. الضفدعة برضو ليها مدلول دين عند المصري القديم، وظهرت بتزين السطح بتاعت احدى المسارك. الاله انوبيس ظهر على شواهد القبور، وظهر كمان على ايقونة من القديسين واخدين شكل الكلب. ربما تأثر الفنان القبطي بتمثيل انوبيس على شكل كلب وابن اوى. الاله حورس برضو ظهر على احد القطع. مشاهد قطف العنب، ودي من المناظر اللي كانت موجودة. مشاهد قطف العنب، ودي كانت من المناظر اللي بتزين المقابر بتاعت المصريين القدماء. تاني حاجة، تفاصيل بالمتحف القبطي تأثرت بالثقافة اليونانية الرومانية. اسم المتحف القبطي، كلمة قبطي مأخوذة من الكلمة العربية قبط، مشتقة من الكلمة اليونانية إيجيبتوس. تاني حاجة، فكرة الأيقونات نشأت في العصر اليوناني الروماني، عندما رسم الفنانون وجوه الموتى بالألوان على لوحات من الخشب، هي مدرسة الفيوم. تلاتة، الكتابة اليونانية ظهرت على عدد من القطع الموجودة في المتحف. الأساطير اليونانية برضو ظهرت على عدد من القطع الحجرية الموجودة في المتحف. نبات الأكانسوس، دي من النباتات اللي كانت منتشرة في العصر اليوناني الروماني، ظهر على عدد من القطع الموجودة في المتحف. العنب، له مدلول دين عند اليوناني الروماني، ودي القطع اللي ظهر عليها من المتحف. الصدفة برضو ظهرت على عدد من القطع الموجودة في المتحف، وليها مدلول دين عند المصري القديم، عند اليوناني الروماني. الإكليل برضو ليه مدلول عند اليوناني الروماني، ودي القطع اللي ظهرت فيها الإكليل. الزخارف اللي بتحصر داخلها الحيوانات، ودي كانت من المناظر اللي كانت منتشرة في العصر اليوناني الروماني، وجود الحيوانات داخل الزخارف. الواجهة المثلثة، والملابس اليونانية الهيمتون والخيتون، لقيناها على عدد من شواهد القبور للمتوفي. الجنود الرومان، هلاقي الجنود الرومان ظهروا في عدد من الأيقونات الموجودة في المتحف. رابعا، تفاصيل بالمتحف القبطي تأثرت بالثقافة الإسلامية. واجهة المتحف القبطي على نفس غرار واجهة جامع الأقمر الفاطمي بشارع المعز. الزخارف النباتية والهندسية، لقيناها على عدد من القطع بتزين الصندوق اللي بيحمل اللي كان بيتحفظ فيه الكتاب المقدس، وعلى مخطوطة بتحوي الأناجيل الأربعة. الفسقية، لقيناها في حديقة المتحف، وفي الثانية في الحجرة 25 من المتحف. المشربية، لأن المشربية بتزين الجدار الخارجي بتاع حجرة 25. الهلال، لقينا المقبض بتاع إحدى المسارج عليه هلال بداخله صليب، وده الشعار اللي اتخذوه في ثورة 19. لقينا هودج بيرجع ليه العصر العثماني، وكمان الكتابة العربية على عدد من القطع الأثرية الموجودة في المتحف. مقترح لإنشاء متحف للتسامح في مصر، يهدف مقترح إنشاء متحف للتسامح للتأكيد على أهمية التسامح وتعزيز السلام المجتمعي بكافة صوره لمواجهة التشدد في النفوس والعقول. الشكل الخارجي للمتحف المقترح، رسم بياني لتصميم المتحف المقترح،
القاعة الأولى ويعرض بها نماذج للتسامح من الثقافات المختلفة من المتحف المصري. جبنا فيها وجهة المتحف المصري اللي هي الأعمدة الموجودة في المدخل، أعمدة يونانية رومانية، وعلى جانبي المدخل في إزيز بملابسها اليونانية الرومانية، كمان في أواني من العصر اليوناني الروماني، وفي برتريهية الفيوم، نماذج من المتحف المصري فيها تسامح. القاعة الثانية يعرض بها نماذج للتسامح من الثقافات المختلفة في المتحف اليوناني الروماني. جبنا نموذج للمصري اللي هو السور أبيس، ومن العصر القبطي مريمينا مع الجمالين والراعي الصالح، ومن العصر الإسلامي اللي هي العملات. القاعة الثالثة يعرض بها نماذج للتسامح من الثقافات المختلفة من المتحف القبطي. جبنا نموذج للمصري اللي هي علامة العنخ، و اليوناني الروماني أفروديت الخارجة من الصدفة، والإسلامي اللي هو المسرجة اللي عليها الهلال مع الصليب. القاعة الرابعة يعرض بها نماذج للتسامح والثقافات المختلفة من متحف الفن الإسلامي. جبنا قطعة خشبية ظهر فيها نبات العنب، وقطعة من الخزف عليها تمثيل للسيد المسيح مع العذراء، وكمان قطعة خشبية فيها الطائرين المتقابلين اللي هو التأثير الساساني. القاعة الخامسة يعرض بها نماذج للتسامح من حرب أكتوبر والثورات اللي شهدتها مصر 1919 و 25 يناير و 30 يونيو. ثورة 19 لأنهم كانوا واخدين الشعار بتاعهم الهلال مع الصليب، حرب أكتوبر لأن الفترة دي مصر ما سجلتش أي قواضي في محاكم، و 25 يناير و 30 يناير اللي هو الكل مع المسيحيين، مع الكل مع المسلمين، اتحدوا مع بعض وكانوا ضد الفكر الغريب عليهم. شكل تخيل القاعة المؤتمرات، شكل تخيل الحديقة المتحف. الخلاصة، التسامح أصبح الحلم الذي تبحث عنه البشرية وخاصة في عصرنا الحاضر. 2. الأديان السماوية تسعى دائما لحث الناس على التعايش في تسامح. في المسيحية في عزة السيد المسيح للجموع قال لهم: وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. يدعو الإسلام إلى التسامح كما جاء في القرآن وقال: ولا تسوى الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإن الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم. وعلى أرض مصر الآن نرى هذه الصورة من التسامح. حينما بني مسجد الفتاح العليم قد رأيت ميلاد المسيح، وتم الافتتاح في ليلة واحدة في 6 يناير 2019 بوجود رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا تدروس الثاني. 3. الموقع الجغرافي للمتحف القبطي يلعب دور في التسامح من خلال وجوده في منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة. 4. يوجد بعض التفاصيل داخل المتحف تأثرت بالثقافة المصرية القديمة واليونانية الرومانية والإسلامية التي تجلت في الآتي. يوجد تفاصيل بالمتحف تأثرت بالثقافة المصرية القديمة زي زهرة اللوتس والبارتي وعلامة العنخ والتمساح والميزان واللغة وأنوبيس والضفدعة، وضع الأمومة ورؤوس الكبرى والكبش وحورس وعلامة جد ومشهد قطف العنب. يوجد تفاصيل بالمتحف القبطي تأثرت بالثقافة اليونانية الرومانية، اسم المتحف، الكتابة اليونانية، نبات الأكانسوس، الصدفة، الأساطير، العنب، الأكليل، الزخارف تحصل بداخلها الحيوانات، الواجهة المسمنة وفكرة الأيقونات والملابس اليونانية والجنود الرومانيين. يوجد تفاصيل بالمتحف القبطي تأثرت بالثقافة الإسلامية، واجهة المتحف، الزخارف النباتية والهندسية والفسائية، وكتابات قبطية مكتوبة بالخط الكوفي، والهلال، والكتابة العربية والمشربية والعودج. تم تقديم مقترح لإنشاء متحف للتسامح في مصر من خلال استغلال العديد من التحف النادرة والآثار الموجودة بمتاحف مصر، مما يجعل مصر من الدول المهتمة بنشر ثقافة التسامح. التوصيات: 1. إعداد مادة علمية بصورة منهج دراسي يتم تدريسه في المدارس والجامعات تهدف إلى التعرف بدور المتاحف في نشر التسامح، ويتم تدريس هذا المتحف من هذا المفهوم. 2. أن يعتمد المرشد في شرحه المتحف على توضيح تأثر المتحف بالثقافات الأخرى. 3. عمل شاشات عرض في كل المتاحف الموجودة في مصر لعرض القطع الأثرية التي تظهر التسامح بين الثقافات المختلفة. عمل بروشور توضع فيه كل القطع الأثرية تظهر التسامح بين الثقافات المختلفة. عمل أفلام تسجيلية تبرز دور المتاحف في نشر التسامح. عمل ندوات وإذاعتها من خلال وسائل الإعلام وكذلك وسائل الاتصال الاجتماعي التعرف بدور المتاحف في نشر التسامح.
وأن تتبنى الدولة المقترح المقدم بإنشاء متحف للتسامح في مصر. شكرا. دكتورة يوستينا شكرا جزيلا على الجولة المجمعة السريعة في المتحف القبطي بمختلف الثقافات. أعتقد يكون في أسئلة كتير وتعليقات كتير، لكن لو أنت صاحب القرار وعاوز تعملي متحف التسامح هتعملي فين؟ في أي مكان في مصر؟ في منطقة مجمع الأديان. مجمع الأديان؟ أو برضو؟ أو إسكندرية ولا القاهرة؟ أو يبقى مثلا جنب المتحف اللي هو المتحف بتاع الفسطاط دلوقتي، متحف الحضارة. أو يبقى عندنا متحف الحضارة ومتحف القبطي وفي الوسط التسامح. أو أوكي، مفيش مكان تاني؟ مش ممكن نعمله في مجمع النبي دانيال ولا حاجة؟ عشان النبي دانيال ممكن، عشان دكتورة مية ولا حاجة؟ عشان دكتورة مية ايه، او شرم الشيخ عشان المناخ. اوكي انا بس بهرج معاك. شكرا جزيلا. شكرا. على الجوله السريعه، فاعتقد فيها هيكون في بعض الكومنت والاسئله. اتفضل يا دكتور المايك. كالمعتاد بس نعرف نفسنا عشان الناس تعرف. الدكتور انور الخالدي من العراق. اولا شكرا على هذا العرض الجميل ومداخلتي التفاعليه، عرفت كمية معلومات يعني جدا كبيرة. ممكن كان تختصين بالبحث مالتك بالمسجد والكنيسة اللي فتحن الرئيس الله يحفظه السيسي، هاي حالة بحثي يصير. ممكن كان انه التداخل بين الكنيسة القبطية والقمرة مال الفاطميين، هاي ممكن كان تركزين عليها كبحث لحالة. يعني كمية معلومات مهمة، ويعني كل جزئية ممكن كانت تكون بحث، وصور صور جدا كبيرة. المفروض تركزين على الصور وتعليقات خاصة بحضرتك. إن شاء الله مبروك الدكتورة، وإن شاء الله الأستاذية قريبا هم تحت إشراف الدكتور لؤي، الأستاذ الدكتور لؤي. اثنين، أنا ضد مفردة إنه المتحف القبطي يلعب، لأن المتحف ما يلعب. دائما أنا أشجع أنه يقوم بدور، لأن المتاحف لا تلعب، المتاحف لها دور مهم جدا، دور حضاري، دور محوري يعني بثقافات الأمة. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. هو بس فكرة يلعب دي عشان بس الناس بتحب الكورة، عشان نجذبهم للمتاحف يعني، فالإنسان يفيد يلعب. هو اعتقد التعليق بتاع الدكتور ببعض الاحيان محتاجين شويه تركيز بعض الاحيان، لكن في بعض الاحيان الاخرى في المؤتمرات او في الحاجات العامه ممكن يكون افكار عامه عاوزين نعرضها بشكل او باخر، فهذه وجهات نظر يعني. فشكرا جزيلا دكتور يوستينا، طبعا شكرا دكتور على التعليق. دكتور احمد نمر، اكيد دكتور محمود طبعا اكيد، بس هنسيب في الاخر عشان تاخد راحتك. صباح الخير. في الاخر عشان ناخد راحته. صباح الخير. احمد نمر، وزاره الصحه والاثار. شكرا طبعا على البيبر، يعني حاجة مهمة جدا. بس في تنويه صغير، انه في متحف الفنون او في عاصمة الفنون في العاصمة ان شاء الله، المتحف بتاع العاصمة هيبقى في جزء كبير جدا عن الموضوع ده، عن التسامح. احنا جهزناه بالفعل، وان شاء الله يتم افتتاحه مع يعني مشروع العاصمة، وهو في جزء مهم جدا خاص بالتسامح من مصر القديم حتى الآن. وده يعني ده بالنسبه لموضوع المتحف بتاع التسامح. الحاجه الثانيه، دكتور احمد نمر واخد دكتوراه في الاثار الاسلاميه، هو في المكتب الفني لوزير السياحه والاثار، فبالتالي هو عنده معلومات. شكرا جزيلا على المعلومات. شكرا دكتور. كمان احنا عندنا في كل المتاحف اللي تم ذكرها، متحف فني الاسلامي، متحف التحرير، احنا بنعمل معارض دايما ثابته، يعني دايما مؤقتة أو ثابتة خاصة بالتسامح للعرض النوارد دي، لأن فعلا أنا محتاج أن أنا بدل ما أحطها في متحف واحد، أن أي مكان هيزور في المتحف القبطي هيلقى حاجة تخص التسامح، هيروح المتحف الفني الإسلامي هياخد يشوف حاجة في التسامح، يروح متحف مصر في التحرير هيشوف تسامح، هيروح العاصمة هيشوف تسامح، هيروح متحف الشرم الشيخ هيبقى فيه قطعة تخص أو في ليبول أو في جزء للتسامح موجود، وده كان مقصود التوزيع دي شوية فيما يخص العرض المتحفي. فيما يخص البحث، أنا كان نفسي في بعض النهج إن احنا نأصل التأصيل
وقنوات الاتصال حاجة مهمة جدا في مخصص العناصر. الحاجة الأخيرة معلش أنا آسف، اسم متحف القبطي مش تأثير روماني خالص، الاسم مأخوذ في الفترة دي للشعب يعني ليه علاقة بيه، هنا الأصل مش روماني في الاسم، مسمى المتحف متحفنا مش تسمى تأصيل قديم روماني، لا ده ليه خاص ب للأقباط والمسيحيين في مصر مش تأثير روماني. لا هو انا بقول ما قلتش الاسم نفسه، بقول كلمه قبطي. اصل مكتوب في السلايد اسم الكلمه يعني قبطي. الدكتوره تقصد بيها ان كلمه قبطي اصلها يوناني، ودكتور احمد نمر يقول ان مسمى المتحف القبطي مش راجع للقديم، هو راجع للتسميه اللي منتشره في ذلك الوقت يعني. شكرا. اوكي لغايه ما الدكتوره يوستينا لو عاوز تجاوب، يعني بمناسبه المتحف القبطي ده واحد من اربع المتاحف الكبرى عندنا، المتحف المصري في التحرير والمتحف الجريك رومان الموجود بإسكندرية مفروض حرايب ومتحف الإسلامي ومتحف القبطي. الشاهد في الدكتور لؤي أعتقد تشتغل معاه في الكتاب ده، الشاهد في الأربع متاحف كبرى، التلات متاحف الرئاسية المتحف المصري المتحف الإسلامي المتحف الجريك رومان، كان صاحب الفكرة وصاحب الفكرة والإعداد كانوا أجانب. المتحف القبطي صاحب الفكرة بتاعته هو مرقس سميكة باشا، هو مصري، فحتى المتحف القبطي له خصوصية ان صاحب الفكرة هو مصري مش اجنبي. وكمان فكرة الاصرار على ان المتحف القبطي يكون شكله شكل الجامع، فكرة ان احنا هنعمل متحف قبطي لكن بالاخر احنا اصحاب الثقافة المصرية. دكتورة يوسين عاوز تجاوب على دكتور احمد. على ايه؟ ما انا قلت عشان الاسم. بس احنا نسيت اصلا الاسئلة. وفي بعض الاحيان هو الدكتور احمد بس كان بيقول فكره ان بعض الاحيان محتاجين في بعض الحاجات نعملها تاصيل يعني، فطبعا ده ممكن في البحث نفسه يبقى في حاجات للتاصيل، حاجات اللي هي اصول مصريه قديمه او اصول يونانيه فالتاصيل. فاعتقد بعض الاحيان المقالات في المؤتمرات ما تبقاش مساحه كبيره للعرض يعني، خاصه ما يكون رئيس الجلسه غلس زي حالاتي كده يعني. اتفضل. لما هوصف مئذنة وهقول المئذنة دي مثلا رجع او لها اشكال سوابق في كذا وفي كذا وفي كذا، بقى انا عملت ايه يعني مجرد ان انا عملت وصف بس هو يعني في البحث العلمي غالبا نفرق بين شيئين، الصح والخطا. صح وخطا، ان مثلا ممكن الدكتوره ياسين تقول دي معناها كذا كذا ومعناها خطا يعني، وجهه النظر انها بتعمل تقصير يعني التأصيل. انا مش ضد التأصيل بس في نفس الوقت يعني القرار في الموضوع ده هو الباحث او الوعاء اللي هينشوف فيه بعد كده. بالظبط كده يعني، فوجهات النظر ممكن يكون فيها اخذ ورد وجذب، لكن في فرق بين الصح والخطا. ايوه ووجهات النظر. تمام. الصح والخطا ان يوستينا خير دكتوراه وشغاله مع كيكي مريوت وعامل بحث عرضه ممتاز جدا. شكرا يا يوستينا. اتفضل يا فندم، ممكن تعرف حضرتك بنفسك؟ صباح الخير. صباح النور. فوزي بغدادي، عضو جمعية أصدقاء المكتب. أنا شايف إن الاهتمام بالمتاحف ده مقصور على الأجانب. إحنا كأبناء الوطن محدش بيروح المتاحف دي ولا يشوفها ولا يعرف عنها حاجة. إحنا في احتياج لتوعية لطلبة المدارس والجامعات. أنا رحت الأقصر وشفت طلبة الثانوي بيعملوا إيه في التماثيل، مش عاوز أقول بيعملوا إيه، فمفيش وعي. عاوزين وزارة التربية والتعليم تزود جرعة الوعي لدى المواطنين بتوع اللي هم طلبة المدارس والجامعات، وتبقى الزيارة دي فري بدون مقابل تشجيعا للوعي. وشكرا. شكرا جزيلا، لكن اعتقد ان الوعي مش مرتبط بس بالتربيه والتعليم، مرتبط بالتربيه والتعليم، مرتبط بالجامعات، مرتبط بالميديا، مرتبط بينا كمؤسسات كلها، مرتبط بالاسره، مش مؤسسه واحده بس يعني. كلنا مقصرين او كلنا مقصرون زي كلنا فاسدون. خلينا الدكتور حسين ممكن يصلح لي او الدكتور لؤي، اعتقد في 2010 اما كان عملنا احصائيه على زوار المتاحف المصريه، في متحفين عدد زوار المصريين اكتر من الاجانب، متحف النوبه والمتحف القبطي.
الاثنين عاد زوار مصريين اكتر من الاجانب. باقي المتاحف فعلا عاد الاجانب اكتر. انا مش عارف احنا ما نحسبش طلبه قوي، مش عاوز نحسب طلبه يعني. المصريين العاديين ومتحف المتحف المكتبه المصريين اكتر. في دلوقتي 3 متاحف. الفكره في ايه؟ لو تم انشاء المتحف على اسس سليمه، تم الناس عندها ارتباط، المجتمع المحيط عنده ارتباط بالمتحف، الناس حاسه المتحف ده جزء منها، هتروحوا مهما كان. لكن للاسف الناس بتوع النوبه وبتوع القبطي ومتحف اسكندريه حاسين ده جزء منهم، حاسين ده جزء من المجتمع بتاعهم، فبيروحوا بكل حب وكل ود، مش حد بيجبرهم يعني. فهي دي النقطه الجوهريه. شكرا جزيلا. واحنا اعتقد لازم كلنا يعني نتعاون في الثقافه. احنا لسه عندنا 2 محاضرين، فلو في اخر تعليق شعر دكتور، لو في لو تقول شعر فيها ماشي، في الدكتوره يوسف لا دقيقه واحده بس لو سمحت، الدكتور محمود بعد كده اتفضل، بس دقيقه واحده. صح، في البدايه اعبر عن سروري وفرحتي وغبتي باهميه حضور المتحف القبطي. الاستاذ لسه بيتكلم عن زور المتاحف. المتاحف بتبقى مفتوحه في الاعياد القوميه، موجوده مفتوحه ببلاش، بس مين اللي بيروح بقى؟ اللي بيقول لك اللي يكون فاضي بعد 23 ببلاش عشان تفهموا. كل الاعياد كنا كتاب. اوكي تمام. نحيي الدكتوره 30 ثانيه. الابداع هي التحيه مزدوجه مع بعض يعني. الدكتوره يوستينا صبحي ماشي كده؟ ايوه. لابداعاتها الجميله كلنا هنا حضرنا وجينا. من معلوماتها المفيده بتسعدنا وبتدينا. مصر ستظل بلد الامن والامان، هي الشط وهي المينا. ندوه شيقه وشرحها السهل الممتنع هو مكسبي وربحي. بالامل هتشرق شمس المعرفه وينور صبح. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك دكتور محمود. دكتور محمود سؤال واحد بس ودقيقه واحده بس، عشان لو فتحنا له المجال ممكن يدي محاضره. شكرا لحضرتك للعرض. انا ما حضرتش بس الدكتوره مي في شارع النبي دانيال، ما اعرفش قلت ايه. انا عندي بيبر عن موضوع النبي دانيال، لكن كان في مبنى في التابع للكنيسه المرقسيه، مبنى جميل جدا اتهد على الوجه ده، مش عارف ازاي هتدوده، كفايه الباب ومن جوه الزخارف، فكان ممكن يتعمل زي متحف بس اتهد وخلاص. بالنسبه للموضوع، انا الحكم بيفرض نفسه كلمه تسامح. تسامح معناها دكتور نعوم تشومسكي بيقول كل كلمه لها معنى اعلى superior ومعنى inferior. معناها انك انت غلطت وانا بسامحك. اما انت تقول حبني في زي قرار حضرتك انك انت تعملي متحف للتسامح دلوقتي في مجمع الاديان اللي هو رمز التسامح، يبقى كان في خطأ واحنا بنسامحه. يعني ايه الخطأ اللي حصل؟ يعني في كلمة هي tolerance بالانجليزي، لكن انت ممكن تقولي convivencia التعايش مثلا. انما اسامحك انت غلطتي عشان اسامحك، بس انا عايز اراجع الكلمه دي وكده خلصت البتاع. اسمه التسامح والتعايش. واكبر دليل، ايوه يعني كان في اكبر دليل على التسامح والتعايش ان انا والدكتور محمود دايما مختلفين ودايما بنحضر لبعض وقبول الاخر وبنقبل بعض يعني، بس بنحب بعض. بس بنحب بعض. اخر تعليق، اخر تعليق بس 30 ثانيه دكتور. معلش دكتور اي 30 ثانيه، مش عاوزين بس عشان خصم ما تدخلش في حاجات جانبيه. حضرتك قلت حتى الكلمة الإنجليزي tolerance، forgiveness غير tolerance، وحضرتك أستاذ في اللغة. التسامح غير السماح، لما يكون حد غلط في حد حاجة. والتسامح tolerance على فكرة في الإنجليش معنا دكتور حسين طبعا أستاذ، مش معناها أن حد غلط في حد على فكرة، إن إحنا كيف نقبل الآخر ونتعايش بشكل فيه نوع من السماحة وليس خطأ يغفر. فمعلش التسامح حاجة غير السماح. لا 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 خالص، إحنا بنعمل متحف مش بنخلق حاجة جديدة، بالعكس ده بتقول لك من العصر القبطي ومن الحضارة المصرية القديمة ومن العصر. احنا بنجمع ده وبنبرز حاجة موجودة بالفعل في المجتمع المصري وفي الثقافة المصرية. احنا بس احنا دقيقة واحدة
هي تتكلم على في متحف للتسامح. لو سمحتوا يا جماعه، لو سمحتوا، بس لو سمحتوا، هنجمع ما هو موجود بالفعل في كل المتاحف المصريه في متحف ومكان واحد، واللي قال عليه الدكتور احمد اللي هو بيتعمل في العاصمه الاداريه الجديده. كويس، احنا عايزين نبرز شيء قائم بالفعل يا جماعه. نحن لا نبتكر شيئا جديدا، احنا مش بنقول حاجه لسه بتستحدث، لا، هذه امور موجوده بالفعل. فمعلش يعني اهم مكان نعمل فيه متحف للتسامح يعني هي الفيوم. مش حد يسألني عشان انا بحبها بس. دكتور احمد، ممكن تعرف 30 ثانيه؟ دكتور احمد، احمد نمر، اخر طالب. قال لي يا باشا دكتور، بس انا باكد انه الاعداد الزوار المصريين اللي موجودين دوت في متاحفنا ومواقعنا عدد غير عادي. يمكن نقول اكتر من 10 اضعاف السياح دلوقتي الحمد لله. يمكن موقع واحد بس القلعه عندي في القاهره ممكن الجمعه بيصل لعدد 50,000 زائر مصري من كل يعني الاعمار. ده حاجه. المتاحف اللي موجوده ازيد من الارقام دي، احيانا بنقفل قبل الميعاد على الدخول عشان الاعداد يعني الامن والقدره بتاعه المتحف او القدره بتاعه الموقع ما فيش استيعاب. ده حاجه. الحاجه الثانيه، فخامه رئيس الجمهوريه وجه بمبادره احنا دلوقتي قايمين بيها وزاره السياحه والاثار، هي لبناء الوعي ونشر الوعي الاثري والثقافي المصري بين المصريين. احنا دلوقتي بنتبادل الوفود المصريين اللي في الساحل بيجوا القاهره، والقاهره بيجوا بيروحوا السواحل وغيرها اماكن الحدود بتاعتنا اللي موجودين في سيناء بيروحوا بينا. التبادل في انتشار كبير جدا للمبادره دي، وشغالين بيها في التنسيق مع التنميه المحليه، مع مبادره حياه كريمه، مع المبادرات الموجوده الثانيه الاخرى، وكان هدفها هو نشر الوعي وابناء المواطنه والسماحه الكبيره جدا. ودي برعايه رئيس الجمهوريه، وتعد من المبادرات القويه جدا اللي موجوده دلوقتي واللي شغاله بيها وزاره السياحه والاثار مع التنميه المحليه مع الشباب والرياضه مع حياه كريمه مع رئاسه الجمهوريه. واشكرك جدا دكتور احمد، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على التوضيح. واعتقد عشان لسه عندنا بحثين ثلاثه اربعه. اتفضل يا ابونا. طبعا ما يقدرش نقول ابويا لا. اتفضل يا ابونا، كفايه كده. المتحف الاتوني في المنيا. ابونا عرفناك في القصه. اغسطينوس الفونس برشيت المنيا وتوابعها، مدرس تاريخ الاديان بالكليه الكليريكيه. المتحف الاتوني في المنيا، هل في امل ان هو يتفتح؟ من زمان خالص شايفينه كده مبنى، وكل سنه ننتظر، وتقريبا دي له 10 سنين بيتبني، 10 سنين مباني. 23 سنه. يا ده انا المعلومه عندي غلط. طب كده ما سالش بقى. لا يا ابونا ادعي ربنا يا رب. طب خلاص احنا ادعي ربنا، احنا نصلي. احنا الجريك رومان قالوا هي فلوس سنتين بس يطوروه، ما في فلوس 17 سنه. ف شرفتنا يا ابونا، شكرا جزيلا. معلش يشتينا، شكرا جزيلا، وفتحت باب النقاش والبتاع. فده هدف المؤتمر يعني، الناس تتناقش وتعرف على الاخطاء وتعرف على الافكار المختلفه يعني. شكرا جزيلا. شكرا حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه اتشرف بوجودي في مناره العلم وموطن العلماء، هذا الصرح العظيم، مكتبة الأسكندرية، بين كوكبة من قامات علمية ودينية أتت من شتى بقاع الأرض المباركة لينشروا السلام والتسامح. وأتوجه بخالص الشكر لمركز الدراسات القبطية والأزهر الشريف والاتحاد الدولي للمؤرخين، شاكرين ومقدرين دورهم الريادي في نشر العلم والثقافة والسلام. اسمحوا لي لكي لا أطيل على حضراتكم أن أعرض ملخصا لبحث الذي هو بعنوان دور وزارة الأوقاف المصرية وإذاعة القرآن الكريم في دعم ثقافة التعايش والسلام الاجتماعي في المجتمع المصري. وقد هدف البحث إلى دراسة الدور الفعال لوزارة الأوقاف المصرية في نشر السلام والقضاء على الفكر المتطرف وتجفيف منابع الإرهاب الفكري، وذلك من خلال خطة استراتيجية موسعة قائمة على العمل الإداري والميداني داخل المساجد وخارجها، إضافة إلى إلقاء الضوء على الدور المحوري الذي تمثله إذاعة القرآن الكريم على مدى تاريخها العريق، لكونها مصدر رئيسي للثقافة الدينية وغرس قيم التسامح والسلام والرحمة والتقارب والتعايش بين طوائف المجتمع ونشر الفكر الإسلامي الوسطي، مما أسهم في تشكيل الوعي الجمعي بصورة لائقة ومعتدلة، وذلك لبساطة أسلوبها وتبنيها لآليات الخطاب الديني المستنير. ومن هذا المنطلق قام البحث برصد الجهود الأخيرة
التي قامت بها وزارة الأوقاف المصرية وإذاعة القرآن الكريم في دعم ثقافة الحوار والسلام الاجتماعي في المجتمع المصري بالتركيز على العامين الأخيرين 2021 و2022 مع استشراف رؤيتهن المستقبلية حفاظا على الاستقرار والسلام الاجتماعي وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة. وقد وجهت هذه الجهود إلى تدعيم ثقافة التعايش والتسامح لجميع فئات المجتمع، فشملت الإخوة المسيحيون والمرأة والطفل والشباب وذوي الهمم. ومن أهم هذه الجهود إقامة الدورة العلمية الدولية الثانية بالقاهرة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي تحت رعاية وزير الأوقاف، والتي أقيمت تحت عنوان التعايش السلمي والتسامح الديني بين التنظير والتطبيق في الفترة ما بين من 26 من شهر سبتمبر الماضي وحتى 3 من شهر أكتوبر، وبحضور نخبة من كبار العلماء في مجال الدين والإعلام والثقافة وفنون العمل الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني. مشاركة وزير الأوقاف بالمؤتمر العلمي الأول لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بعنوان تجديد الخطاب الديني المنعقد بالإمارات العام الماضي، وصرح بأن هذا التعايش الذي ننشده لا يعني أبدا التنازل عن أي من ثوابتنا الشرعية أو ذوبان أي دين في دين آخر أو النيل من الأديان أو أي منها أو التجني عليها أو على أصحابها أو اتهام أي دين منها بالتطرف أو الإرهاب، فالإرهاب إرهاب البشر لا إرهاب الأديان، وأن هناك أمرين في غاية الخطورة قد أضر بالخطاب الديني وبصورة الإسلام والمسلمين، هما الجهل والمغالطة. أما الأول فداء يجب مداواته بالعلم، وأما الثاني فداء خطير يحتاج إلى تعرية أصحابه وكشف ما وراء مغالطاتهم من عمالة أو متاجرة بالدين. ثالثا، وفي إطار تأهيل وتوعية النشء، فقد أقامت وزارة الأوقاف البرنامج الصيفي للأطفال، كما كرمت المتميزين والمتميزات من الأطفال المشاركين في البرنامج ضمن مبادرة حق الطفل، سعيا لتحصين النشء من أي اختطاف فكري وفي فهم صحيح الدين. رابعا، إضافة إلى توجيه أئمة المساجد إلى طرح موضوعاتهم في خطبة الجمعة تحت عنوان التعايش السلمي من أجل تدعيم ثقافة التعايش والتسامح بين شتى فئات المجتمع وفي كافة ربوع مصر. خامسا، المؤتمر العالمي السابع للإفتاء تحت عنوان الفتوى وأهداف التنمية المستدامة، والذي سعى إلى ضبط الفتوى وحماية المسلمين من الفكر المتطرف أو الإلحادي وضبط الخطاب الإفتائي، وذلك بحضور وفود من 91 دولة يمثلون كبار الشخصيات الرسمية من منظمة الأمم المتحدة والصحة العالمية وكبار رجال الدين من المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات وممثلي ذوي الإفتاء على مستوى العالم. سادسا، إطلاق تطبيق وعي على جوجل بلاي عام 2020، والذي يهدف لنشر السماحة واستنارة الوعي ونشر الوسطية والسلام للعالم ونشر الحب بين الناس ونشر الفكر الوسطي والوعي بين الشباب. أما عن إذاعة القرآن الكريم فلم تكن بعيدة عن المشهد، بل كانت ولا زالت هي المصدر الأول للفكر والقيم الوسطية ونشر ثقافة التعايش والتسامح نظرا لانتشارها الواسع في كافة البيوت المصرية، بل وتعد هي المصدر الأول للثقافة الإسلامية في المجتمع المصري حسبما أشارت العديد من البحوث والدراسات التي تطرقت إليها في بحثي. وقد شهدنا في الآونة الأخيرة العديد من الجهود التي قامت بها الإذاعة من أجل نشر ثقافة التعايش والتسامح بين أفراد المجتمع المصري، وذلك من خلال أولاً تشجيع النشء والشباب والكبار على التثقيف الديني الوسطي، وذلك عن طريق إقامة العديد من المسابقات في مجالات التوعية الصحيحة ونشر ثقافات التسامح والتعايش بعيدا عن بعدي التطرف الفكري المتمثلين في الإلحاد والإرهاب. ومن أبرز هذه المسابقات مسابقة نبي الهدى صلى الله عليه وسلم
ومسابقة كتاب وقضية وتدور حول قضايا التجديد، بحيث يتناول المقدم فكرة أحد الكتب في قضايا التجديد ويطرح سؤالا عن القضية، ومسابقة أعلام الحضارة العربية ومسابقة العقيدة الصافية. وهذه المسابقات تتم بالتعاون الفعال بين الإذاعة ووزارة الأوقاف. ثانيا، إذاعة العديد من البرامج والتي تخدم التثقيف الديني الصحيح وإعادة نشر قيم المحبة والتسامح بين أطياف المجتمع، ومن أبرزها برنامج الإسلام والحياة. ومن أشد ما أعجبني في هذا البرنامج والذي أتابعه يوميا ما ورد فيه أول أمس ما قاله ضيف البرنامج الكريم في قضية تكريم الإسلام للمرأة وحفظ حقوقها، أن من مات من أجل الدفاع عن المرأة فهو شهيد، مصداقا لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من مات دون عرضه فهو شهيد. هذه ليست كلمات تبثها الإذاعات أو المؤتمرات، ولكنها غرس ثقافي في عقولنا وعقول أبنائنا، سينبت محبة وتسامحا ورحمة. وفي هذا الإطار، ونحن نثمن دور كل من وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم، فنحن نسعى إلى مزيد من الجهود والتي ضمنتها في التوصيات الآتية. أولاً، السعي نحو استدامة الجهود على أرض الواقع من خلال الحملات التثقيفية اليومية في مراكز الشباب والنوادي الرياضية والجامعات والمدارس، وحتى بين مجتمع النواصي. وهذا مصطلح سوسيولوجي صاغه ويليام فوتوايت، حيث أن الفئات البسطاء في المقاهي والعمالة غير المنتظمة تعد فئات يمكن استقطابها من التيارات المتطرفة. ولهذا يجب أن تتوسع الجهود وتستمر في كافة ربوع مصر. ثانيا، تجديد آلية الخطاب الديني من حيث استخدام مصطلحات يفهمها الشباب وعامة الناس، وهذا لن يتسنى إلا بمعايشتهم في كافة ظروف حياتهم ومخالطتهم الفارقة، والتي تعتمد على الاستمرارية وقوة التأثير وعمقه ومداه، وذلك في بيئاتهم الاجتماعية المختلفة، سواء في جامعاتهم أو نواصيهم أو نواديهم أو صفحاتهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. ثالثا، التغلب على ظاهرة دعاة السوشيال ميديا، والذين ظهروا في الفترة الأخيرة ويسيطرون على ثقافة فئة كبيرة من الشباب ويوجهونهم نحو أهدافهم الخبيثة من خلال نشر أفكارهم المسمومة. ولم يحدث هذا إلا بسبب ضعف تواجد الوعاظ والأئمة في المجتمعات الافتراضية، ويمكن التغلب على هذه الظاهرة من خلال ما سبق ذكره. رابعا، فتح منصات إلكترونية تعليمية لتعليم وتثقيف ربات البيوت والمقبلين على الزواج ومن لا يمكنهم حضور الدروس والمحاضرات والمقارئ، ومنحهم شهادات معتمدة تخول لهن العمل كواعظات متطوعات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنحهم مكافآت تميز وتشجيع على آدائهن. وبهذا يمكنهن من نشر الفكر الوسطي بين أبنائهن ومجتمعاتهن المحيطة، سواء الافتراضية أو الواقعية. خامسا، التثقيف الديني في الجامعات، حيث أن طلاب الجامعات يفتقدون إلى مواد أو برامج توعوية دينية تغرس فيهم الفكر والقيم الصحيحة والتعايش بينهم وبين بعضهم البعض وحسن المعاملة والتسامح. دقيقتين بس لو سمحت. ولا شك أن إضافة منهج أو برنامج ديني لن يكون عبئا على الطالب، بقدر ما سيكون دليلا إرشاديا على إعادة تعزيز وتدعيم القيم الصحيحة التي تربى عليها. سادسا، أما الإجراءات القانونية فتتمثل في سرعة البت في قضايا الازدراء والتنمر والتطرف والتشهير وملاحقة المتاجرين بالدين أو المتطاولين عليه وتشديد العقوبة في هذا الصدد. ولعلني أتساءل، كيف تكون هناك عقوبات مشددة لمن يمارس الطب بلا تصريح بسبب تلاعبه بحرمة الأبدان، ولا نعاقب من يتجرأ على الفتوى والعلوم الدينية وهو يتلاعب بعقول البشر وأمن الأمم وسلامة الأوطان وقدسية الأديان؟
وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام طرحنا لملخص البحث الذي حاولت فيه الإلمام بالدور الإيجابي والجهود المثمرة التي تقوم بها مؤسساتنا الدينية من أجل تدعيم ثقافة التسامح والتعايش في المجتمع المصري، وكذلك محاولة طرح استراتيجية جديدة لتعويض أي قصور أو ضعف في هذه الجهود من أجل دعمها واستدامتها نحو مجتمع أفضل تملأه قيم المحبة والتعايش والسلام. وإنني على هذه المنصة من أمام حضوركم الكريم أقول بأن قسم علم الاجتماع بجامعة المنصورة لديه استعداد قوي للتعاون مع وزارة الأوقاف لكي نصل إلى جموع الشباب ونكون معهم استراتيجية قوية لكي نحارب بها التطرف وصولا إلى عقول الشباب، بما أننا أهل الاختصاص في علم الاجتماع والوصول إلى الشباب المصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور حسام، شكرا جزيلا أولا على الالتزام بالوقت، ثانيا على العرض الممتع واللغة السلسة الجميلة. عندي ملاحظتين. الملاحظة الأولى، أولا برحب بالأستاذة الدكتورة فايزة صقر أستاذة الآثار والحضارة المصرية القديمة. والله حاضر الامتيازات انا نسيت الملاحظه الثانيه عشان خفت على الدراسه، هفتكرها وهرجع تاني. نفتح باب النقاش لو في تعليق او نقاش، بس لو سمحتوا في اقل وقت ممكن. اتفضل يا فندم، بس عارف نفسك الاول لو سمحت. المايك مش شغال. شكرا على المؤتمر الجميل ده اللي بيبين الأخوة والاتحاد بين المسلمين والمسيحيين. تحية لمكتب اسكندرية. شكرا سيادتك على العرض الجميل ده، ولكن في توصيات من فضلك لو تسمح حطها في التوصيات. احنا كلنا تربينا على إذاعة القرآن الكريم، تربينا على إذاعة القرآن الكريم ونسمعها ونتعلم منها، والقراء اللي أثروا فينا العظماء ده. ولكن تلاحظها في الأونة الأخيرة من بعد في قراءة القرآن فترة معينة، في برنامج زي تجاري أو تسويق عن سلعة معينة. بالضبط، خدت بال سيادتك. طب إذاعة القرآن للقرآن الكريم بس، مش ليس للتبرع ولا لا، انا عاوز اذاعه القران الكريم للقران الكريم بس. اما التبرع تبرعوا لحاجه دي لا، ويقطع الحديث ما ينفعش الكلام ده لو تسمع. يعني حاجه ثانيه، عاوزين برضه في التلفزيون، يعني في برنامج زمان اسمه نور على نور. صحيح، نور على نور. هذا البرنامج الجميل ده بتاع احمد فراج، يعني كان بيستضيف شخصيات كبيره. نتمنى ها يبقى في برامج دينيه على في التلفزيون العربي ها من امثال هذه البرامج. وشكرا يا فندم. شكرا جزيلا. في اي تعليق او اسئله؟ انا افتكرت اللحظه. اتفضل فندم. بما ان حضرتك اتكلمت عن وزارة الاوقاف والقران الكريم، اولا وزير الاوقاف كان حاضر الافتتاح، وكمان حتى الدكتور علي جمعه كان حاضر الافتتاح مشكورين، وده اهتمام من الوزاره بحضور الانشطه الفعاله. لكن لو حضرتك متابع إذاعة القرآن الكريم، هل إذاعة القرآن الكريم استضافت احد المسيحيين الرهبان القساوسه انه يتناقش في موضوع شائك في الثقافه العامه المصريه في إذاعة القرآن الكريم ولا لا؟ لم يحدث. اوكي، شكرا. ليا رد بس بسيط على الدكتور. يعني انا بس ما خدتش بالي برضه لو إذاعة القرآن الكريم كان عندها قدره، كان عندها قدرة على التسامح والتعايش. أكيد. في أحد الـ 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 الأفكار العامة، المسائل العامة، أنها ممكن تستضيف أحد الآباء، أحد القساوسة، أحد الرهبان، تعالي نتناقش في النقطة دي ونشوف وجهة نظر الإسلام بيقول إيه ووجهة نظر المسيحية بتقول إيه. بس كانت حاجة على بالي. شكرا جزيلا. طبعا. تفضل. بالنسبة حضرتك للتسويق أو للإعلانات دي، أنا لاحظت فعلا أن هي كثافة رهيبة وإعلانات مكررة، ويعني لا تنتمي إلى الواقع بشيء. يعني جمعيات خيرية، حفر أبار، الحاجات دي كلها اللي احنا بنشوفها دايما وبنسمعها دايما. ولكن هناك للأسف ميزانية هذه الإذاعة ضعيفة جدا،
وميزانية الإذاعات المسموعة يعني في الغالب زي الشباب والرياضة زي البرنامج العام زي كذا ميزانيتها ضعيفة جدا، فبالتالي بيحاولوا ان هم ياخدوا من عن طريق، وبالتالي يعني احنا دايما بنرجوهم ان هم يزودوا الإثراء هذه الإذاعات ان هم ان هي تعتمد على الترويج لنفسها. وبرد على حضرتك دكتور، هو ياريت وده مقترح يعني نفسي ان هو يحصل، ده بسبب ايه؟ ان يحصل فيه تقارب ما بين وجهات النظر زي ما حضرتك اشرت، وطرح للقضايا الشائكة اللي ربما الطفل الصغير يتساءل فيها، يقول احنا ليه ما بنعملش كذا، احنا ليه ما بنعمل. فده يحصل ما بين في برامج تجمع رجال الدين المسيحي ورجال الدين الإسلامي في برنامج واحد. هذه إضافة جد مثمرة من حضرتك، وإن شاء الله تضاف لسنا. يعني الإذاعة القرآن الكريم لها خصوصية أنها بتوصل للبيوت المصرية العادية الفلاحين جداً. أنا كلنا ونصغارين كان الإذاعة القرآن الكريم شغال 24 ساعة بصرف نظر بتسمع وتسمعش شيء أبيتها، فأنت عندك في الباك في الخلفية بتاعتك بتسمعها. يعني بتخيل لو في مثلا المذيع بيذيع بيقولوا معانا اليوم في نقاش كذا كذا الراهب الفلاني الفلاني، فالطفل الصغير هيسمع ان في راهب، حتى لو ما سمعش قال ايه، بس على الاقل هيكون في خلفيه صحيح. عنده في التكوين الشخصيه بتاعته. دكتور محمود شندي عنده تعليق 30 ثانيه مايك. دكتور محمود شندي استاذ الترميم والاثار في وزاره الاثار والسياحه، ومهتم كبير جدا بالتراث، تراث مصر القديم والمتاحف. يا نسان، هو بس انا اؤيد حضره الاستاذ لما قال، والاعتذار بان ميزانيه ذات القران الكريم ضعيفه ومحدوده، ده تسال عنه الوزارات، لان وزاره الاوقاف وزاره غنيه ويجب ان تهتم بهذا الامر. حكايه عايزين برضك نفرق بين حاجتين، بين التعايش على مستوى الواقع وما نطلبه على المستوى الرسمي. خلينا نعترف ان الجهد الرسمي بين استضافه راهب او باحث له دور في الأداء الشكلي الكويس، لكن هو التعايش الحقيقي بين المصريين، ويمكن شفنا مبارح أوراق بحثية عن في الجلسة الختامية اللي كنت يعني أشرب بإدارتها، بتتكلم عن عمق تعايش حقيقي بين المصريين. فخلينا، وأنا الحاجة الثانية بالنسبة لقسم علم الاجتماع، أنا كنت متوقع في الورقة البحثية أن أرى جرافيكس وإحصائيات وهذا الامر، فيجب ان، لان دراسات بمعنى ان احنا نقوله ان وزاره الاوقاف عملت الجهد الرسمي، كل مؤسسه هتقول انا عملته وخليت، انما هو القضيه الاساسيه ان احنا العمق التعايش هذا هو ده الاساس. بس ده اللي حبيت اقوله، ويجب ان تنقل اذاعه القران الكريم وغيرها من المؤسسات عن فكره التسويق. التسويق في العالم كله مش دايما بيجيب بنفيتس، التسويق له مؤسسات وله آليات أخرى تبعد عن الحاجات اللي بتحكم القيم العامة للمجتمع. شكرا دكتور ماهر. آخر تعليق من الأستاذ، ممكن بس تعرف نفسك الأول 30 ثانية عشان الساعة 12 بالضبط يكون كوفي بريك، لو تأخرتوا على كده مش هتشربوا قهوة وشاي هيخلصوا. أنا اسمي بهاء كريم، محامي. كنت حضرتك في ختام كلامك كنت بتتكلم عن قضية ازدراء الأديان كعقوبة، فمش عارف في آراء ممكن تكون مخالفة لحضرتك، فمعرفش هل في توصية عن في مؤتمرنا ده عن الموضوع مادة ازدراء الأديان في قانون عقوبات، هل هيبقى فيها نقاش حواليها ولا لا؟ شكرا. ممكن نطرحها في الجلسة تقريبا إن شاء الله. حضرتك ثانية دقيقة الامتيازات. بصراحة وانت بتتكلم معليش اعذرني انت متشدد قوي، يعني لدرجة ان الناس قالت لك ازدراء اديان والدكتور قال لك ما تجيبه راهب، يعني انا افتكرتك من الازهر من مؤسسة دينية، يعني لقيتك اداب اجتماع، واضح ان كليات الاداب مخترقة يعني، وانا اشهد كليتي طول عمرها مخترقة وكليتي، ايوه انا اشهد ان كليتي مخترقة. معنى ان هي مخترقة يا فندم؟
هفهمك بعدين. بس انا بقى عايزه اقول لك على حاجه، انا من الناس فعلا اللي بسمع اذاعه القران الكريم، واحنا من الناس اللي نقوم الصبح اللي نشغل القران عشان البركه تدخل البيت، وساعات لما نسافر نشغل القران يعني عشان الحراميه ما تجيش، يعني حاجه في الموروث الذهني بتاعنا. يعني دي اذاعه مهمه جدا، يعني اهم من اي محطه اذاعيه تانية. لكن للاسف الشديد احيانا بيجيبوا اساتذه ويبقى الاستاذ الدكتور رئيس مدير مش عارفه ايه، وبعدين يقول كلام ما يدخلش العقل، يعني يقول كلام ما يعني بيبقوا جايبينه من علم الاجتماع، قسم علم الاجتماع اظن كده. لا بص يا دكتور، مره مثلا دكتور يعني المذيع بيقول له طب ايه رايك في الناس اللي بتعمل سحر ويعني وتسحر للتفرقة بين الزوج، الكلام اللي احنا عارفينه السحر وكده، فرد الدكتور اللي هو أستاذ في تخصص ما دينيا قال له احنا المفروض نتعلم بعض الحاجات السحر عشان نقاوم السحر ده، واخد بالك؟ والله العظيم يعني وهكذا بقى، يعني هو بيروج لسحر ما مقاوم لسحر ما، وهو رجل دين. ما هي كده، ما احنا فايزة الموضوع محتاج لتنقية. دكتور حسام، دكتور حسام مع الكوفي بريك هتقعد مع الدكتورة فايزة تناقش معاها، لان هي عندها ملاحظات كبيرة جدا عن قسم علم اجتماع في جامعة المنصورة وكليات الاداب بشكل عام كمان. دكتورة فايزة شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. المذيعين بتوع إذاعة القرآن الكريم، فظنيت حضرتك مذيع على فكرة. متقمص بتاع دكتور حسام، شكرا جزيلا على العرض. شكرا جدا يا فندم. وعلى اللقاء وعلى تقمص مذيعي إذاعة القرآن الكريم، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. المتحدث الأخير النهاردة الأستاذ أيمن غالي. أستاذ أيمن غالي باحث ماجستير في معهد البحوث والدراسات القبطية، كلية الآداب جامعة اسكندرية، وهو بالإضافة إن هو باحث ماجستير هو عنده علم موسوعي في دراسات القبطية بشكل عام. إيه؟ أنا عارفه والله، أنا عارفه من كام سنة، من كتير كتير قوي. علوم كيميائي، وهو مهتم جدا بدراسة القيم فترات طويلة يعني. هو هيتكلم النهاردة عن كاتدرائية سان مارك الإنجليكية بالإسكندرية، دراسة مقارنة، الفن كنموذج للتعايش. 15 دقيقة حد أقصى. بس 10 دقايق. اتفضل دكتور أيمن. والدكتورة فايزة هتشرح لنا، الدكتورة فايزة هتشرح لنا الزيارة دي، هتكون بالشرح يعني. دكتورة فايزة طبعا، وبالذات ان المكتبة، وبالذات ان متحف المكتبة يا دكتورة، دكتورة فايزة وبالذات ان متحف المكتبة مليان حاجات فيها سحر، فهنتكلم الصبح بقى. فان شاء الله اللي يحب حضراتكم يشارك في هذه الزيارة يسجل اسمه مع الأشرز، اي حد من الشباب يسجل اسمه بس عشان لازم يبقى في عدد محصور. وطبعا بنشكر الدكتور حسين هذه الدعوه الكريمه. بكره ان شاء الله من الساعه 3 للساعه 4 تمام. نعم، التجمع فين؟ في البلازا تحت، في البلازا قدام باب المبنى، وفي معاكم شباب يعني. خلاص يسجل اسمه بس اللي عايز يحضر الزياره. شكرا، شكرا جزيلا. هنسمح للدكتور حسام، ممكن نسيب النقاش عشان هطول في الكوفي بريك، هنسيب بس الاستاذ ايمن غالي يتكلم شويه عن الفن. كان بالضبط مثير الجدل ده، ويكز بيقول كده، مش ايمن، مش ويكز بيقول كده مثير الجدل. اوكي كويس ان اكون مثير للجدل. اوكي اتفضل ايمن، بس حاول عشان نسيب وقت للنقاش يعني. هو الموضوع طويل بس انا هحاول اختصره، وهاخد كده بعض النوتس ونقدر نفهم منها الموضوع. الكنيسة الأنجليكانية هي أحدى الطوائف المسيحية، واختارت اسمها الأنجليكانية كمصطلح نحتاً عن تركيب لغوية تضم الإنجيل وإنجلترا، وهي تضم في عضوياتها أكثر من 80 مليون عضو في 28 إبرشية، وتنتشر عبر 161 دولة بكل اللغات وفي كل الأعراق، وعليه فهي تعد ثالث أكبر طائفة مسيحية في العالم. انشقت الكنيسة الأنجليكانية عن الكنيسة الكاثوليكية بسبب موضوع كده في عهد هنري الثامن سنة 1534 في حبرية البابا كليمنطس السابع. تاريخ إنشاء الكنيسة، هي كنيسة موجودة في المنشية في ميدان التحرير، المنشية اللي هو محمد علي سابقا،
بعد اجتماع عام لسكان الإسكندرية من البريطانيين عقد في 22 أغسطس 1838 مع المقدم باتريك كامبل وكيل صاحبة الجلالة والقنصل العام لمناقشة وسيلة تعزيز إنشاء كنيسة صغيرة. في بعض الاجتماعات تمت تباعا، وفي الآخر وكلوا القنصل العام إن هو يخاطب الباشا محمد علي ويطلب منه قطعة أرض هم كانوا محددينها جنب القنصلية البريطانية، ومكانها هنا موجودة على السهم الأحمر ده، كانت موجودة في بداية الميناء الشرقي، ده كان مقر القنصلية الإنجليزية في الوقت ده. كانت جنب مكان المحكمة، مكان المحكمة في الوقت ده أو لغاية الوقت ده كانت الصلوات، كل الصلوات للأجانب بتتم داخل القنصليات، ما فيش كنيسة مستقلة للقنصليات. فكان في هنا تل رملي، تل رملي جنب في ظهر القنصلية، وكانوا عايزين التل ده يعملوا فيه كنيسة صغيرة وتبقى مضمومة للقنصلية. دي خريطة، خريطة تيني سالت سنة 1806. في خريطة 1839 في هنا الكنيسة موجودة، هنا في ميدان محمد علي أو كان وقتها اسمه ميدان القناصل، وكنيسة مشرفة على مطلة على الميدان. ده اللوح الرخام التأسيسي للكنيسة مكتوب باللغة اللاتينية، وبيقول إن الأرض مهداة من الباشا محمد علي. لما راحوا كلموا الباشا وطلبوا منه قطعة الأرض يشتروها، قال لهم عرض عليهم إن هم ياخدوا القطعة دي في الميدان، وطبعا المكان الميدان وقتها كان لسه متخطط، كان بيخططه المهندس مانشيني الإيطالي اللي اتسمت على اسمه المنشية، وعرض عليهم الأرض هدية مجانية للطائفة. ده ميدان القناصل، هنا الكنيسة، وهنا موضح كل المراكب اللي كانت موجودة في الميدان من قنصليات وقصور وشركات، يعني كان منطقة مهمة جدا، ودي في الفترة من 1855 ل 1882. الكنيسة بدأ المباني فيها بداية من 1839، ويذكر أنها كانت تفتح أبواب حديقتها للجمهور في نهاية الأسبوع والعطلات العامة. وورد مبنى الكنيسة في خريطة محمود باشا الفلكي سنة 1282 هجرية اللي هي 1865 ل 1866، ووضح هنا أن الكنيسة وحواليها حديقة، المساحة كلية حوالي أكثر من 9000 متر. وفي أحداث الشغب والمجازر الدموية الموجهة للأوروبيين في يونيو 1882 في اسكندرية، والتي قتل وجرح فيها الآلاف من المصريين والعشرات من الأوروبيين، كان ميدان محمد علي مسرحاً للأحداث وفي محيط كنيسة سان مارك. الكنيسة هنا بالضبط، هنا. وكانت تلك الأحداث الدموية ذريعة للأصول الإنجليزي لقصف الإسكندرية في 11 يوليو 1882، والذي تسبب في تدمير الميدان بصورة كاملة ما عدا مبنى الكنيسة الإنجليكانية والبورصة المصرية. كمية الدمار اللي شملت المسطح ميدان القناصل ومحيطه حوالي 96,000 متر مربع. بعد القصف يعني السكندريين بإعاز من أحد قادة أحمد عرابي طلب حرق المدينة وتحديدا ميدان القناصل وكل المناطق المحيطة حواليه والخاصة بالأجانب. شب الحريق يوم الأربعاء 12 يوليو 1882. الخريطة ديت مرسومة رسم يد من مركز الأورناتو، مجلس الأورناتو اللي هو المجلس البلدي للإسكندرية بعد كده. هنلاحظ إن الميدان كله اتحرق ومحيطه ما عدا الكنيسة. الكنيسة ما تأثرتش، وده طبعاً إنديكيشن كويس، إن كان في المجازر أو في الحريق الكنيسة ما تعرضتش لأي انتهاكات، بالرغم إن ليها سور ضيق قصير ومفرغ، يعني حديد مفرغ ومن السهل جداً أزيته. صممت الكنيسة بين عامين 1841 و 1842، ده التصميم،
بواسطة المعماري الإنجليزي الزائر جيمس ويليام وايلد، واستغرق بنائها أكثر من 9 سنين من 1845 إلى 54، ربما بسبب نقص التمويل، وربما كان هو السبب الرئيسي في عدم إكمال بناء منارة الكنيسة. الكنيسة دي ما لهاش منارة، بس هنشوف المخطط بتاعها في الآخر مفاجأة. الكنيسة طبعا كل الكنائس اللي بتيجي من بره يعني بتفرض سمات عمارتها وفنونها، زي كنيسة سان أندرو اللي هي حاليا مكان بجوار في ميدان أحمد عرابي بجوار المعبد اليهودي، بس دي اتحرقت سنة 56، والكنيسة الإنجليزية في العطارين دي إنجليزية، والاثنين على الطراز القوطي، لكن الكنيسة الأنجليكانية ليست على الطراز القوطي زي الكنيسة الإنجليزية إلا فيما نظر، يعني هنا شبابيك، يعني في هنا عندنا قباط منكسرة في الشبابيك، يعني دي سمات بسيطة جدا، وقد صممت على الطراز البازيليكي. دي صورة داخلية للكنيسة، وطراز البازيليكي هو ده عبارة عن نيف وقاع مستطيع وحنية أب، وفي بيبقى عندي صفوف أعمدة لو أنا عايز أعرض البازيليكا من خلال أجنحة باستخدام الأعمدة، صفين من الأعمدة. هنا الكنيسة من أبسط صور الطراز البازيليكي، يتكون من صحن مستطيل وحنية في الشرق، ويظهر على يسار أسفل الصورة مخطط المنارة. هنا ده كان مكان المنارة. طيب هنا ده الوثيقة الحجة بتاعت الأرض، وهنا الخريطة بتاعتها. هنا دي صور الكنيسة، هنلاقي هنا الكنيسة فيه بنقول عليها العرانس أو الشرفات. الشرفات دي كانت موجودة في العصر الروماني في الأسوار الحصون والأبراج، وموجودة اتنقلت للفن الإسلامي للمساجد وأبواب المدن. يعني المساجد كانت بتستخدم للحماية، بعد لو حصل غزو ودخل المدينة المساجد بتبقى الصف الثاني للدفاع، وبتستخدم الشرفات. دي شكل الشرفات. شرفات هنا دي مجموعة من الآيات، بتوضح الفكر المسيحي، وإن البيت الكنيسة عبارة عن حصن، والحصن ده يحتاج إلى أنواع من الدروع الروحية، والحصن حصن روحي. ونلاقي هنا الشهداء القديسين كان بيتم تصويرهم بحراب ورماح آخرها صليب ودروع فيها صلبان، يعني الحرب حرب روحية. وبالتالي اختار المهندس مفردات ووسائل دفاعية كالشرفات على جدران الأسطح والدروع على الجدران ومن جميع الجهات، مستخدما شكلين من الدروع، النجمة السداسية نجمة داود والصليب بأشكال مختلفة. دي نجمة داود، الصليب ده اسمه صليب مولين كروس، ده صليب الطاحونة. واستخدام المعماري صليب الطاحونة طبعا ده من شعارات نقول النبالة، وكان بيستخدم للمقاتلين وضباط الأسلحة، وهو عبارة عن الدعامة الحديدية المثبتة في الجزء المتحرك من الطاحونة مع عمود الحركة، وده رمز للقديس بندكت. وقديس بندكت هو مؤسس الرهبنة في أوروبا، وقديس بندكت واخد القوانين بتاعته من يوحنا كاسيان اللي هو نقلها من البراري المصري. ده شكل شعارات النبالة، شعارات النبالة والدروع وعليها الصلبان المختلفة اللي هو استغلها المهندس وايلد في تصميم الموتيفات اللي موجودة على الجدران واللي هي تشبه الدروع. دي شكل الموتيفات، دي مجموعة من الموتيفات. دي هنا عندي
هنا دي الموتيفة دي الأساسية ديت زهرة ال لا مش ورقة عنب لا لا دي زهرة طب هفتكرها لا لا هفتكرها طيب دي عندي موتيفات تانية هنا انا عملت طبعا باخد الموتيفه برسمها وبفرغها وبحاول ان انا اشوف تحليلها الفني وازاي بتترسم هنا الحروف اللي هي استخدمت على الجدران بالخط القوطي الخط القوطي بيعتمد على الدوائر هنا عندي في ده مخطط لايقونات خلف مائده القرابين المخطط دوت لم يتم يعني ده كان مخطط من ضمن مخططات الكنيسة كان فيها هنا مرمرقص وما كانش وفي التنفيذ ما كانش موجود مش موجود ليه بقى لأنه عملوا الجزء ده في بداية الكنيسة وحطوا هنا صورة المرمرقص والقديس أثناسيوس والقديس أنطونيوس وهم رموز سكندرية سكندرية مصرية هنا حامل الأيقونات هنا القديس سان جورج من الكنيسة الشرقية وقديس باتريك الكنيسة الغربية وهنا القديس أندراوس العهد الجديد وهنا داود النبي العهد القديم وهنا صورة الصلبوت اللي هي شاملة لكل الأطياف المسيحية هنا الباب برضو كموتيفة وهنا التحليل الموتيفة هنا برضو موتيفة تانية ودي موجودة في الكنائس والمساجد ودي هي عبارة عن صليب أندراوس وخطين متوازيين هو نفس اللي موجود في الصورة وفي الكنيسة جوه في لوحة تذكارية برضو عليها صليب أندراوس اهتم الفنان المعماري بالتأكيد أن العناصر الزخرفية اللي بره هي اللي جوه يعني الموضوع مش منظرة للخارج لا للداخل كمان لإعداد الشعب لقبول الفكر الفكر الكنيسة مصممة من خلاله هنا موتيفات داخلية الموتيفات الداخلية زي الخارجية بالضبط هنا المفاجأة بقى. هنا ده شكل الكنيسة المخطط الكنيسة وهنا شكل المنارة المنارة هنا مش موجودة المنارة لو كبرنا المنارة هنشوف كده أو دققنا في المنارة هنلاقيها مئذنة شوفوا هنا مئذنة يعني طراز إسلامي بحت التصميمات اللي فاتت اتقال او الدراسات الناس اللي هي اتكلمت عن الموضوع ده قالت ان الموتيفات دي كلها عبارة عن رسومات زخرفية نباتية اسلامية ورسومات مسيحية والنجمة اليهودية انا لما حللت الرسومات كلها وعملت مقارنة تاريخية لقيت ان الموتيفات دي كلها موجودة في كنائس كلها موجودة في كنائس وليست موتيفات إسلامية موجودة في كنائس قبطية في الكنيسة المعلقة وموجودة في كنائس الكلتية وكنائس الغربية وكنائس الإنجليزية لكن الفرق إن الموتيفات متشابهة هو المهندس اختار موتيفات موجودة في التراث الإسلامي بحيث وطبعا موجودة في التراث المسيحي قبل منه بحيث إن يبقى في تكامل للكنيسة من بره الكنيسة تدعو أو كنيسة شاملة هي بيت حصين بيستمد تحصيناته بدروع من الديانة المسيحية واليهودية والإسلامية وهنا ده الموتيفة أو الصليب اللي موجود على المنارة ده الصليب الكلتي طبعا في حاجات تانية ما تطرقناش ليها لأن الحاجات دي كانت مضافة في القرن بداية القرن العشرين مش في بداية تصميم الكنيسة وشكرا شكرا جزيلا عرض الجميل في حاجات معلومات أسمعها لأول مرة فالساعة 12 نناقش ولا تشربوا كوفي بريك اختاروا لسه نوزع شهادات اوكي ندي دقيقتين كده مناقشة اوكي بس لو سمحتوا اسئله بشكل مختصر انا بس هو انت اثرت حياتك اثرت نقطه بحكايه التاثيرات والتاثر التاثير والتاثر كبير
وانا ما اعرفش اذا كانك انت اطلعت على الكتاب بتاع ديانا دارك لما حصل الحريق بتاع كنيسه نوتردام في نوتردام في فرنسا، وطلع كتبت كتاب كبير جدا موجود على النت اسمه ستيلينج فروم ذا ساراسين ذا اوريجين اوف ذا يوروبيان اركيتكتشر. ارجو انك تقراه، وده هيقول حاجات كثيره في التاثير والتاثر في العماره القوطيه، بس ده مهمه جدا انك انت تعرف. او الساراسين كان المصطلح اللي بيقال على العماره القوطيه، بدايتها كانت في القرن الرابع. ما حياتك اقرا الكتاب وعين هتناقش، وانا ابعت لك فيديو عن الموضوع ده. اقرا بس الكتاب الاول. ما شكرا دكتوره فايزه. سؤال سريع، سؤال سريع عندك متميز، بس انت جبت سيره شخص بقى انا مهتمه بيه جدا، اللي هو هنري سولت القنصل الانجليزي ايام محمد علي. والراجل ده كان خطير هنا في اسكندرية، يعني كل الآثار اللي طلعت من اسكندرية كانت على ايديه، يعني لدرجة ان القنصلية الانجليزية كانوا الناس بتدخل تنبهر وفاكرها معبد فرعوني من كتر الآثار اللي موجودة فيه. سؤالي ليك عشان ما ضيعش وقتك، هي دي جواها مقابر الكنيسة دي؟ لا ماشي، اصل الكتاب بيقول لي ان هنري سولت مدفون في لا لا. فيها لوحات تذكاريه لحالات متوفيه فقط. لا 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 لا، انت بتقول على كنيسه الجرس. لا منها اللوحه، دي فيش فيها مقابر. بص عايزين بص هو سؤالي، هنري سولت مدفون فين؟ انا كتب بتقولي ان هو مدفون في المقبره البروتستانتيه. هو يعني موضوع المقابر، عشان انا مهتم بالمقابر وشواهد القبور، فالموضوع شائك، وفي كنائس بتسمح بمتابعه السجلات، يعني شفت سجلات من القرن 19، وفي طوائف بتمنع لاسباب امنيه. احنا عايزين نعرف بس، لانه حتى مقبرته عليها نص معين كده، هو اصر لما يدفن يكتب النص ده على مقبرته. بالذات حضرتك الكنيسه المقابر الانجليزيه مغلقه وممنوع الاقتراب او التصوير او السؤال حتى. معلش من فضلك، دي من فضلك. طبعا نشكر الاستاذ ايمن على زي البرزنتيشن الجميل. ولا نعم، في الكوف بريك ممكن مع الاستاذ نتناقش معاه لما نشرب القهوه. حاضر. لا ما برضه ده مهم قوي يا دكتور السؤال ده دلوقتي. دكتور ايمن، ما علاقه الكاثوليكيه بكليه سان مارك؟ هل لها دور في تنوير التعليم والتربيه والتعليم؟ نقطه ثانيه، لا ما عنديش. انا كسائح من بره اوروبا عاوز اروح هذا المكان، للاسف الشديد ميدان القناصل وميدان حمرابي لا يساعد السياح يزور هذا المكان. الكنيسه مفتوحه لتطوير هذه المنطقه. الكنيسه مفتوحه. شكرا.